عن ايه، البيبرز بتاعت الامتحانات بتاعتنا ازاي هنمتحن فيها، مواعيد الامتحانات، اي انفورميشن خاصه بالتو سبجكت هتكون عندنا ان شاء الله النهارده هنتكلم عليها. طبعا هيبقى في الاخر خالص ان شاء الله لو حد فيكم عنده اسئله هستاذنكم يبعتها لي على الشات وهرد على كل اسئلتكم. لو حد فيكم عنده اي سؤال خلال السيشن ان شاء الله برضه ممكن يبعته لي وهنرد عليه. اتمنى ان شاء الله انها تكون سيشن لطيفه بالنسبه لكم وتكونوا قادرين منها تخرجوا عندكم انفورميشن كويسه ان شاء الله. خلينا نعمل شير كده ونبدا نتكلم. اول حاجه هنبدا نتكلم على الاي سي تي، بما ان اغلبيه الناس في الدول العربيه بياخدوا الاي سي تي لان الكمبيوتر ساينس مش بتبقى مدرجه ضمن السبجكت المتاحه عندهم عشان اغلبيتهم بيبقى اكسترنال وحاجات كتير قوي كده هنتكلم عليها برضو. الاي سي تي عندنا ليها تو كودز، كود اسمه 0417 وده للناس الجريدنج بتاعتها من A ستار اللي هي من A تو Z، وعندنا كودنج تاني اللي هو 0983 ده اللي هي الناس الجريدنج بتاعها من 9 تو 1. تمام، اول حاجه السيلبس بتاعنا ان شاء الله هيستمر معانا لحد جون ونوفمبر 2020. يعني احنا بدانا الترم اللي فات باول سيلبس بدايه السيلبس الجديد وهيكمل معانا ان شاء الله لحد 2022. الامتحان بتاعنا بيكون عباره عن 3 بيبرز. البيبر الاولاني هي بيبر ثيري ودي بتكون اخر ورقه بنمتحن فيها وهتكلم معاكم على مواعيد الامتحانات. البيبر الثانيه اللي هي اول ورقه احنا بنمتحن فيها لو احنا هنمشي فيهم بالترتيب، فبيبر 2 هي اول ورقه بنمتحن فيها، بعد كده بنمتحن في بيبر 3، بعد كده بنمتحن في بيبر 1. بيبر 2 بتتكلم على حاجه اسمها دوكيمنت برودكشن وحاجه اسمها داتا مانيبيوليشن وحاجه اسمها برزنتيشن. هنعرف بالتفصيل النهارده ان شاء الله كل واحده دي عباره عن ايه وازاي نقدر نبقى عارفين ان احنا هل احنا عندنا الابيليتي ان احنا نتعلم الحاجات دي وان احنا نقدر نحل الحاجات دي. هقول لك من اول دقيقه كده مع بعض ان شاء الله اي حد يقدر يتعلم الاي سي تي. تمام، يعني كده معناه ان احنا بنعمل بنقول ان الاي سي تي ماده ممكن اي حد يتعلمها. هقول لك بالظبط كده، انت كده كده في طلبه كتير قوي عندنا من جريدنج من جريد 7 لحد جريد 9 بيدرسوا اي سي تي في المدرسه. طب انا النهارده ما درستش الحاجات دي في المدرسه، هي دي بقى السؤال المهم بالنسبه لي. هل يا مستر انا ما درستش الحاجات دي في المدرسه قبل كده في الجريدنج القديمه، هل ده هياثر عليا في ان انا اكون مع حضرتك في الكورس او يكون ان انا اختار الماده بتاعتي دي من ضمن الايت او ليفلز اللي عندي؟ هقول لك لا طبعا، مفيش اي مشاكل خالص عندي ان انت تكون دي ذا فيرست تايم ان انت تدرس فيها الاي سي تي. طيب خلينا نتكلم كده الاول على 3 بيبرز. البيبر نمبر 3 دي هندرس فيها حاجه اسمها داتا اناليسيس وحاجه اسمها ويب سايت اوثرنج. تمام، بيبر 1 دي بدرس فيها الثيري. تعالوا نعرف كده الاول احنا هندرس ايه وهنذاكر ازاي في مادتنا. انا اخويا كان واخد اي سي تي ده ماستر من 3 سنين، انا اختي كانت واخده اي سي تي السنه اللي قبل اللي فاتت. كل الاسئله دي بنعرفها ويا مستر ده كان عندها وعندي الكتب والمدرسه ما سلمتنيش لسه الكتب واحنا مدارس قافله فما عندناش ماتيريال. طب احنا هنشتري نوتس، طب احنا هنذاكر منين؟ هقول لك ان اي حد عنده اي ورق من 2016 لحد النهارده يقدر يذاكر منه تماما، مفيش اي مشكله فيه. يعني انت النهارده عندك ورق من 2016 لحد النهارده تقدر تستخدم الورق ده وتذاكر منه. تمام، وهنعرف كمان النهارده ان احنا هنذاكر ازاي. خليني اقول لك الاول انا هبدا معاك ان شاء الله الكورس معايا هيبقى ماشي نظامه ايه. اول حاجه احنا من دي 1 هنتفق على اتفاق اللي هو من النهارده للناس اللي هتكمل ان شاء الله، الناس اللي واخده الماده دي الاي سي تي مثلا. فاحنا من دي 1 هنعمل ايه؟ احنا الاول عندنا بعض الريسورسز اللي هنشتغل عليها. من ضمن الريسورسز بتاعتنا حاجه اسمها السي اي اي او الكامبريدج تكست بوك. تمام، وعندي الكامبريدج ورك بوك وكامبريدج ريفيجن جايد، دول 3 حاجات اساسيين على مدار الدراسه بنذاكر منهم من اول يوم. تمام، طب دول عباره عن ايه؟ التكست بوك انا هديهولك والريفيجن جايد انا هديهولك. الورك بوك ده انت هتشتريه من على موقع كامبريدج، موجود نقدر نشتريه من على موقع كامبريدج لو احنا ما عندناش نسخه ليه قبل كده او لو احنا ما عندناش ليه سوفت كوبي. طيب خلينا نتكلم على حاجه ثانيه وهي الكويستشن بيبر. احنا هنحل امتحانات من اول 2016 لحد النهارده. 2016 لحد النهارده دول مش فتره قريبه، يعني ناس كتير قوي تقول لك ده كده 3 سنين 4 سنين، لا ده كل امتحان بينزل منه 3 فاريانت وكل سنه بينزل فيها 3 امتحانات. يعني احنا عندنا فيب مارش، عندنا ماي جون، عندنا اكتوبر نوفمبر، وهو ده السيلبس الجديد بتاعنا. طب قبل كده مش هنحل يا مستر؟ لا هنحل من قبل كده بس في حاجه اسمها الكلاسيفايد. الكلاسيفايد دي بتكون اسئله على الاجزاء اللي احنا بناخدها من امتحانات السنين اللي فاتت كلها، هنبدا نحل مع بعض من 2003. تمام؟
طيب بعد كده هيبقى عندنا خطوه تانية مهمه قوي، ان احنا نبص على مارك سكيم. المارك سكيم مش هدفها ان احنا نراجع اجاباتنا باجابات المارك سكيم. كامبريدج موفره لنا حاجه هايله جدا، بتقول لنا دايما في الامتحانات بتاعتها ان انت بتحل السؤال وبتكتب لك جمله بسيطه قوي كده، بتقول لك رايت ان يور اون ووردز، اكتب بطريقتك. يعني ده معناه ان في كامبريدج في حاجه مختلفه عن ايدكسل. ايه هي المختلف اللي بيخليني دايما اعمل ريكومنديشن للطالب انه ياخد كامبريدج ما ياخدش ايدكسل؟ ان كامبريدج ما بتحاسبنيش على الكلام، ما بتقوليش انا عايز الكلام كوبي بيست من الكتاب بتاعي، لا انا عايزك تبقى فاهم وتكتب بالطريقه اللي تناسبك. تمام. اخر حاجه عندنا في الريسورس بتاعتنا حاجه اسمها الاكزامينر ريبورت. الاكزامينر ريبورت دي اللي هتكون عندي، اللي هوريك فيها كل امتحان الاكزامينر كان معلق ايه النوتس بتاعته على الاجابات بتاعت الستودنت، وهقول لك كمان ايه التبس اللي هو قالها لنا، وايه الكومنت اللي كانت مطلوبه مننا نعملها علشان نقدر ناشيف الستار بكل سهوله ان شاء الله. خلينا نبدا كده نتكلم على الكونتنت اوفر فيو، على المحتوى اللي هندرسه السنه دي في المنهج بتاع الاي سي تي. للناس اللي اول مره تاخد المنهج، هتبقى اول مره تسمع الكلام ده. لو في حد فيكم لا قدر الله ريتيك للماده قبل كده، فهو هيكون بالنسبه له عارف ان الكونتنت بتاعتنا بيتكون من 21 شابتر. بيتكون ال 21 شابتر دول عباره عن، هنتكلم عليهم كلهم بالتفصيل برضو دلوقتي، بس انا عندي من اول شابتر 11 لحد شابتر 21 هم دول الاجزاء الخاصه عندي بالجزء البراكتيكال بتاعي. انا بامتحن زي ما قلنا بيبر 2 في ثلاث حاجات. قلنا الثلاث حاجات دول اللي هم الدوكيمنت برودكشن والداتا مانيبيوليشن والبرزنتيشن اللي هو شابتر 7، شابتر 17 و18 و19. وفي بيبر 3 بتمتحن على الداتا اناليسز والويب سايت اوثرنج اللي هو شابتر 20 و21. خلينا نتكلم مع بعض كده. انا في الامتحان بتاعي محتاج كمبيوتر كفاءته عامله ازاي؟ الاسئله اللي بتجيلنا، الاسئله اللي بتيجي كتير، هو انا يا مستر محتاج كمبيوتر شكله عامل ازاي؟ هو انا محتاج الكمبيوتر بتاعي يكون هاي بيرفورمانس كمبيوتر عشان اقدر اشتغل عليه؟ هو انا بالنسبه لي همتحن على لاب ولا همتحن على ورقه؟ طب هو انا هلاقي الفايلز فين؟ طب هو انا هروح معايا ايه؟ طب كل الحاجات دي هنجاوب عليها النهارده ان شاء الله. طيب خلال الفترة اللي فاتت دي احنا نفس المنهج بتاعنا، خلينا نتكلم كده بشكل استضاحي افضل، ان المنهج بتاعنا هو هو نفس المنهج اللي موجود من 2016. كل سنة كامبريدج بتنزل حاجة اسمها ابديت. الابديت السنة دي عندنا او التكنيكال ابديت السنة دي اللي عندنا هو نازل في سكشن 10 اللي هو الخاص بالكوميونيكيشن، وبيعرفنا بس في حاجة واحدة، ان الميل دلوقتي بقى ليجل دوكيمنت، يعني تقدر ارسلك وتراسلني عن طريق الميل، ونقدر نستغل الورق ده او الكونفرزيشن دي او المسجز اللي بيننا وبين بعض على الايميل دي في اي شكل من الاشكال القانونيه، بقت خلاص ليجل دوكيمنت. تمام. طيب طبعا كلكم ناس كتير فيكم عارفه ان السنه اللي فاتت في جون اللي فات، لو حد فيكم لسه في جريد 9، حد فيكم في جريد 10، فمش هيبقى دخل قوي في القصه دي، بس الناس اللي في اللي عندها بقى مشاكل كتير عارفين ان السنه اللي فاتت من بدايه الفيروس كوفيد 19 واحنا عندنا مشاكل في الاسسمنت، وان احنا ما امتحناش السنه دي، وان احنا دخلنا اضطرينا ان احنا نجمع اوراق. فاحنا من داي 1 برضو هنبقى حاطين حسابنا خطه ان احنا زي ما بنعمل كل سنه، بنعمل على الجوجل درايف وعلى ابلكيشن تاني زي سكولوجي وات ايفر الاسماء ايه، هنبقى عندنا عليهم كويزز، عندنا عليهم الاسسمنت بتاعتنا، الامتحانات بتاعتنا، اي حاجه بنحلها داخل تريننج داخل الكلاس بتاعنا بنسجلها عليها، بحيث ان انت لو اخر السنه ما بقاش في امتحان لا قدر الله، احنا هيكون مجهزين ورقنا ومجهزين حاجتنا علشان الطلبه بتوعنا ما يتعذبوش ويقعدوا يدوروا على الورق ويقعدوا يلفوا زي ما كتير في الطلبه بيلفوا. تمام. طيب خلينا نتكلم في الجانب الطبيعي، ان لو في امتحانات احنا هنمتحن على ايه؟ عشان ده السؤال المهم. انا لو عندي امتحانات فانا امتحاني زي ما قلت لكم في اول السيشن، انا بمتحن على 3 بيبرز. بيبر 1 دي بتبقى هي الريتن بيبر اللي عندي، وهي سوري البيبر الخاصه بالجزء الثيري. احنا خلينا نكون متفقين على شيء، ان في امتحان الثيري انت بتحل كل الاسئله، يعني ما عندناش في بعض المواد بيكون عندك ان انت تختار خمس اسئله او ست سوري خمس اسئله من ست اسئله، لا انا عندي في الكويشن في البيبر الخاصه بالريتن بيبر بتاعتي احنا بنحل كل الاسئله في قد ايه؟ في ساعتين. طبعا الوقت ده بيكون كبير جدا على وقت زن الورقه، وخلي بالكم في كل الكلمه دي هقولها لكم مع كل ورقه هنحلها، يعني الساعتين دول كتير على الورقه، احنا المفروض بنحل في نص الوقت ده نكون مخلصين الامتحان بتاعنا. طيب خلينا نتكلم على الديتيلز بتاعت كل ورقه. الورقه الاولانيه احنا بنمتحن فيها الامتحان بتاعها من 100 درجه،
بيكون عليه 40% من المنهج بتاعنا و40% من درجه الامتحان بتاعتنا، دي بمتحن فيها من شابتر 1 لشابتر 21. ده معناه يا مستر ان انا بمتحن في المنهج كله في بيبر 1، ده حقيقي بنمتحن في المنهج كله. يعني يا مستر انت تقولي الورقه دي ثيري، يعني ده معناه ان انا هحفظ 21 شابتر؟ هقول لك استحاله في بني ادم يقدر يحفظ 21 شابتر. يكون حتى لو حافظهم انا مش مهم عندي تبقى حافظ، انا مهم عندي تبقى فاهم. ليه؟ لان احنا هنرجع تاني نتكلم على اول جمله قلتها لكم وانا بقول لكم في الامتحانات، قلت لكم كامبريدج بتقول لنا رايت ان يور اون ووردز، ده معناه ان هي بتقول لي افهم واكتب بطريقتك انت، اكتب بالطريقه اللي تناسبك انت، اكتب المعلومه زي ما هي واصله لك. فاحنا مهم عندنا قوي ان احنا نكون فاهمين كل نقطه، محتاجين نتناقش في كل نقطه، نعمل ديسكشن في كل حاجه. احنا مش جايين املا، انا مش عايزكم تبقوا بالنسبه لكم بتسمعوا المعلومه وبنعديها، احنا عايزين كل حاجه نتناقش فيها لحد ما تبقوا فاهمين ازاي تكتبوا على الحاجه دي. احنا بندرس كمبيوتر، بندرس تكنولوجي، اعتقد في الوقت الحالي اللي انتم شايفينه دلوقتي العالم كله بقى محتاج للتكنولوجي قد ايه. الناس اللي ما كانتش بتستخدم تكنولوجي بقت كلها بتستخدم التكنولوجي، سواء في تعليم، سواء في صحه، سواء في كل حياتهم دلوقتي. بقى بيدفع حاجه بيدفعها عن طريق الانترنت، بقى اللي عايز ياخد يتعلم بقى بيتعلم اونلاين سيشن. اعتقد في شباب كتير كانوا في مصر، لو انتوا في حد هنا من مصر، ناس كتير كانت بتاخد دروس في السنترز معانا او بتاخد دروس في المدرسه. ناس كتير خلاص دلوقتي بدات تلجا للاونلاين سيشن لان هو بقى هو الحل البديل. فالتكنولوجي هنا كان ليها دور تحل المواقف اللي احنا فيه. خلينا نتكلم على بيبر 2 وهي البراكتيكال تيست، بيبر المحببه لقلب الطلبه، يعني الطلبه بتحبوا قوي البيبر دي. البيبر دي عليها 80 درجه، بتتحل في ساعتين ونص. ده الزمن اللي كامبريدج مديها لنا ان احنا نحلها في ساعتين ونص. وقت حلها فعليا يا جماعه ما بيتعداش الساعه وربع، يعني احنا على مدار السنه مع بعض ان شاء الله المفروض ان حضرتك او حضرتك تكونوا بتحلوا معايا الورقه دي في ساعه وربع، ساعه ونص ماكسيمم، ان احنا مش عايزين نحل اكتر من ساعه ونص. طب وقيت الساعه يا مستر هعمل فيها ايه؟ اعمل فيها اي حاجه، انت حر، دي بتاعتك انت. تقعد تراجع على الامتحان تاني، حصل عندك ترابل شوتنج في الكمبيوتر؟ اعتقد اكيد فيكم زمايلكم او اخواتكم قالوا لكم انه دخلوا الامتحانات قبل كده وحصل ترابل شوت في الكمبيوتر. طب احنا هنحلها ازاي؟ هقول لك طبعا احنا بنتعلم في مدار الكورس اي مشكله هتواجهك اثناء الامتحان بتاعك جوه اللاب احنا ازاي هنحلها. احنا مش بندرس منهج يا جماعه، احنا بنتعلم ازاي نخرج من الامتحان واحنا عاملين اشيفنج للاي ستار. هو ده الهدف بتاعنا 9 او 8 عندنا في الجريدنج الجديد، تمام. الورقه دي عليها 30% وعليها 80 درجه، ودي بالكفر سكشن 17 و18 و19. خليني اقول لك ان انت ما عندكش انترنت، ما عندكش ايميل، الحاجات دي كلها اتلغت من زمان قوي علشان ما حدش يقدر يوصل لحد بره اللجنه. خلي بالك ان انت لازم تكتب اسمك وبياناتك على الورقه دي الكترونيكال، وهيكون عندك كمان السورس فايل اللي هتمتحن عليها موجوده على الجهاز الكمبيوتر بتاعك داخل اللاب اللي هتمتحن جواه. خلينا نتكلم على حاجه ثانيه وهي يعني ايه بقى اللي انا همتحن جوه وكل ورقه من دول. احنا قلنا هندرس شابتر هنمتحن في شابتر 17 و18 و19. طب هم عباره عن ايه؟ شابتر 17 ده هو المايكروسوفت وورد، شابتر 18 هيبقى الاكسس، شابتر 19 هو الباوربوينت، تمام؟ لازم تكون عارف بجانب الحاجات دي تكون عارف الحاجات اللي من شابتر 11 لحد شابتر 16. يعني انا همتحن اوف 17 و18 و19 بس لازم اكون عارف من شابتر 11 لحد شابتر 16، تمام. دول جنرال نوليدج هنستخدمهم في التو بيبرز اللي عندنا، يعني نفس الجمله اللي انت شايفها دلوقتي هنا دي هتلاقيها معانا في التو اكزام اللي هو بيبر 2 بيبر 3. طيب خلينا نتكلم كده على سؤال مهم قوي عشان نبقى من الاول حاطين خطوط عريضه للكلام ده. دايما الطلبه في الامتحان بتقول لك يا مستر انا بحب الجزء بتاع الاكسس اكتر، انا بحب الجزء بتاع البرزنتيشن اكتر، انا بحب الجزء بتاع الوورد اكتر، فانا هبدا احل مثلا بالجزء اللي انا بحبه. خليني اقول لك من اول حاجه كده، احنا الامتحان بتاعنا اوردر، يعني لازم احله بالترتيب. تعال نعرف ايه اللي بيحصل في الامتحان الاول. اول حاجه الامتحان ده بيجي لنا على اساس ان هو سيناريو ديسكرايب از ذا ستارت اوف ذا بيبر اند ايتش تاسك هاز ا بيربز وذ ذا سيناريو، يعني كل تاسك من دول ليه هدف من السيناريو بتاعنا ده. الكانديديت اللي هم حضراتكم المفروض يورك ثرو ذا ستيبس اوف ايتش تاسك ان اوردر ات ذا اند اوف ايتش تاسك كانديديت ار بيرميتد تو برودوس ايفيدنس ان ذير ورك باي كرييتنج سكرين شوت اند بليسنج ذيس وذن ان ايفيدنس دوكيمنت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هل كامبريدج ما انت ممكن النهارده في بعض الناس بتكتب تبقى عارفه الاجابه ازاي اخرها ايه؟ يعني بالظبط زي ما اقول لك
اديك ماثيماتيكال كالكوليشن واقول لك اديني الناتج، فانت تبقى اوتوماتيك عارف الناتج من شكل المساله، ممكن ما تكتبش ستابس، ممكن ما تعملش ورك عشان تقدر تطلع الانسر. انا مطلوب منك هنا لا، انك انت كل حاجه احنا بنمشي بستابس وبنصور الستابس دي، بناخد لها حاجه اسمها سكرين شوت زي اللي على الموبايل، لو حد فيكم ملوش علاقه بالكمبيوتر يعني، فاللايك بالظبط اللي على الموبايل سكرين شوت، بناخد حاجه شبهها على الكمبيوتر، وهي دي اللي احنا بنعملها فايل اسمه الايفيدنس فايل، بسجل فيه كل السكرين شوتس اللي انا عملتها، وده برضو هنتعلمه على مدار السنه، وهنستخدم ابلكيشن للسكرين شوتس دي، مش هنعملها بالكمبيوتر دايركت. طيب مهم عندي قوي انك من تبقى عارف السنتر نمبر بتاعك، وعارف الكانديديت نمبر، وعارف اسمك زي مكتوب جوه ورقه الامتحان بتاعتك هتكتبه ازاي. طبعا مهم عندي جدا انك تكون عارف المعلومات دي في بيبر 2 وبيبر 3 وبيبر 1. تمام، تعالوا نتكلم على بيبر 3 هنمتحن فيها ايه، وهي برضو براكتيكال تيست يعني نفس زي بيبر 2، بس هتمتحن فيها في شابتر 20 و21 عليها برضو 30% وعليها 80 درجه، وبرضو في نفس الوقت بحلها في ساعتين ونص، والمفروض ان انا احلها برضو في ساعه ونص زي بيبر 1. تمام، سوري زي بيبر 2، ولازم يكون عندي نوليدج على شابتر 11 لشابتر 16. تمام، وبرضه زي ما انا قلت لك لازم تكون عارف الستيتمنت اوف انتري بتاعتك اسمك مكتوب فيها ازاي، والسنتر نمبر ازاي، والكانديديت نمبر ازاي، عشان دول بنستخدمهم في اجاباتنا ان شاء الله. طيب خلينا نحط نوت كده، ان الطبيعي ان المنهج ده بيتعلم كامبرج مدياله في وقت تعليمه 130 ساعه، 130 ساعه دول يعني فتره زمنيه كبيره قوي، يعني لو حسبناهم بفتره دراستنا في الكورسات وفي السيشن هيطلع تقريبا فوق ال 40 حصه، فوق ال 50 حصه، فوق ال 60 حصه كمان. طب هل ده منطقي ان انا هذاكر المنهج بتاع الاي سي تي في 60 حصه؟ هل ده مثلا الناس تقول لي بتخلص الماده في شهرين؟ حقيقي الناس بتخلص الماده في شهرين، واحنا نقدر نخلص الماده في شهرين ان شاء الله بالجدول اللي احنا حاطينه، وفي نفس الوقت كمان هيبقى عندنا كمان فتره ان احنا نحل امتحانات، عشان دي اهم حاجه ان احنا نحل الامتحانات القديمه كلها. صدقوني المذاكره من غير حل امتحانات من اول يوم، هو بقولها لك لو انت ما حليتش امتحانات هتقع، لان المذاكره لوحدها مش كفيله ان هي تنجحك. احنا طالب اي جي لازم يكون عارف ان الامتحانات مش هتتغير كتير، اللي بتيجي الافكار هي ثابته، ممكن شكل السؤال يتغير بس الافكار واحده. خلينا نتكلم على جانب برضو تاني، الناس لو انا معايا حد عامل ريتيك، او الناس اللي لا قدر الله ممكن تعمل ريتيك، وده طبعا ان شاء الله ما يحصلش ان شاء الله، يعني لازم عارف ان انت ما ينفعش تعمل ريتيك لبيبر واحده، لازم تعمل ريتيك للثري بيبرز. علشان كده انا حاطط الجزء ده في النهارده في الاورينتيشن سيشن عشان اقول لك على حاجه، انا مش بقول لك ازاي هتعمل ريتيك، انا حاططه لك علشان انبهك خلي بالك مفيش حاجه اسمها مستر انا هنجح في ورقتين ومش مشكله عندي الورقه الثالثه، انا ممكن اجيب فيها اي حاجه. انت لو سقطت في ورقه هتضطر تحل الثلاث ورقات ثاني، هتضطر تعمل ريتيك للثلاث ورقات ثاني. فاحنا من دي 1 ثاني بنقول احنا عندنا الثلاث ورقات بنفس الاهميه، هم الثلاثه هاي بريورتي بالنسبه لي، ما ينفعش اقصر في حق واحده فيهم. لازم الجزء الثيري مش هينفع نقراه، مش هينفع نعديه، مش هينفع اقول لك حله لوحدك، مش هينفع اقول لك تعالى اقراه لوحدك، لازم يتشرح وتفهمه ونتناقش في اللي انت فهمته، علشان هو بارت من الامتحان بتاعي وبارت مهم كبير جدا عليه 100 درجه. تمام، طيب بعد الامتحان بتاعي انا هعمل ايه؟ انا هيبقى عندي جريدنج وريبورتنج بتاعي. الناس اللي داخله 9-1 الجريدنج الجديد فلازم يبقى عارف ان 9 هي الهايست و1 هي اللوست، وطبعا ده واضح من شكل الارقام نفسها. طب الناس اللي بتمتحن وجالها في الدرجات بتاعتها في الستيتمنت اوف ريزلت بتاعتهم كيو او اكس او واي، لازم يكون عارف كل واحده من دول معناها ايه. خليني هبعت لكم دلوقتي على الواتس، على سوري على الشات هنا على طول دايركت، دي مواعيد الامتحانات بتاعتنا، خليني احطها في الشات. معلش انا عايز احطها لكم في الشات لحظات. المفروض كده ظاهره قدامكم مواعيد الامتحانات بتاعتنا، لو وصلت لكم في الشات ممكن تفتحوا البوست هتلاقوا دي مواعيد الامتحانات بتاعتنا، علشان الناس اللي داخله تبقى عارفه هي هتمتحن امتى. ان شاء الله هنمتحن بيبر 2 يوم 6 اكتوبر، بيبر 3 يوم 8 اكتوبر، بيبر 1 يوم 20 اكتوبر،
ده معناه عشان انا برضو حطيت لكم ده في الصوره علشان تكونوا عارفين ان الفتره الزمنيه اللي بين اول تو بيبرز انا ما اقدرش اذاكر فيها واسيب الورقه الثانيه اخلصها بعد ما اخلص الورقه الاولانيه. مفيش وقت بين الاوراق، مفيش وقت بين الامتحانات، انا لازم اكون مذاكر الثري كومبوننت عندي في اسرع وقت قبل ما اخش الثلاث ورقات، وانا اكون محليت امتحانات واكون جاهز على الفاينل ريفيجن. كل الكلام ده قبل 6 9، يعني لازم نكون بادئين بجد، لازم نكون بنشتغل بجد، لازم يكون السيكونس بتاعنا سريع، لازم نكون عارفين احنا ماشيين ازاي. ما حدش فينا بيأجل حاجه، اللي هيأجل حاجه خليني اقول لك هتيجي على دماغك، تمام؟ وانا مش هستنى ان حاجه تيجي على دماغك. طيب خلينا نبدا تاني نتكلم على بقيه الحاجات. احنا الكورس بتاعنا هيكون عباره عن ايه؟ الكورس بتاعنا هيكون عباره عن فول اكسبلينيشن. الكورس بتاعنا هيكون فيه فول اكسبلينيشن للمنهج كله، سواء الجزء البراكتيكال او الجزء الثيري. هجاوب على اسئلتكم حالا بعد ما اخلص اخر جزئيه دي ان شاء الله. الورك سولفي، الورك بوك سولفنج هيكون افتر ايتش شابتر. هيبقى عندنا الورك بوك بنحل، لا افتر ايتش شابتر هيكون عندنا لازم نحل الاسئله بتاعته. ده غير الكلاسيفايد بتاعتنا. الكلاسيفايد ورك شيت هتكون على الاولد والنيو سيلابس. افتر ايتش 3 ليكتشر هيبقى عندنا نحل مع بعض الكلاسيفايد ورك شيت، تمام؟ بعد كده هيكون عندنا فاينل ريفيجن. بعد ما نخلص خالص هنراجع فيها على المنهج كله تاني ونشوف احنا ايه اللي وقع مننا اثناء الدراسه، عشان في ساعات ستودنت بيكون في حاجات طبعا بتنساها، واحنا هنقدر ده وهنقول ان يا جماعه من اول يوم اللي هيذاكر صح مش هينسى حاجه ان شاء الله. بعد كده هيكون عندنا فول اكزام سولفنج، يعني احنا مش هنكتفي بس ان احنا حللنا كلاسيفايد على كل الاجزاء، لا احنا هنمسك الامتحان نفسه الكبير ونحل الامتحان كله. هجاوب على اسئلتكم حالا، لحظات هشوف الشات واجاوب على اسئلتكم. لحظه واحده. لا ده الكلام ده يا عبد الرحمن للاي سي تي، انا لسه هتكلم على السي اس، انا كل ده بتكلم على الاي سي تي. لا يا زايد، يا زايد انا كل ده لسه بشرح بس على، انا لسه هتكلم على السي اس بس انا اول بشرح على الاي سي تي امتحانها عامل ازاي، تمام؟ بص يا ساره، لا الكونتنت اللي انا بتكلم عليه ونظام الامتحانات ده لكامبريدج. ايدكسل نفس المنهج، هو مش مختلف كتير بس طريقه الامتحان بتختلف. يعني الناس اللي واخده كامبريدج الامتحان مختلف، سوري اللي واخده ايدكسل الامتحان مختلف. لا الاكزام ديت، لا دي الكامبريدج، الاكزام ديت دي الكامبريدج زي ما موجود قدامكم كده، دي كامبريدج فاينل اكزام، تمام؟ طيب قبل ما نخش في الكمبيوتر ساينس، الاول عايز اعرف في اي حاجه انتوا عايزين تسالوا عليها جوه الكونتنت بتاع المنهج، عشان هتكلم عليه قبل ما اخش في الكمبيوتر ساينس دلوقتي. حد فيكم عايز يسال اي اسئله في الامتحانات نفسها؟ طيب خليني لو حد عموما عنده اسئله يبعتها لي على الشات برضه انا هجاوب عليها. نرجع تاني كده سريعا ونتكلم على احنا هناخد ايه في المنهج بتاعنا، عشان الناس برضه تكون عارفه. انا دايما بيجي لي اغلبيه الناس، انا معرفش الجيرلز ولا البويز اكتر معايا في السيشن، بس خليني اقول لكم ليه انا بقول الكلام ده وهتعرفوا يعني اعتقد ان احنا ايكوال الاثنين زي بعض. خلينا نتكلم كده مع بعض الاول، نقول ايه الموضوع بالظبط وانا همتحن في ايه. انا بيجي لي دايما البنات تيجي تقول لي يا مستر انا علاقتي بالكمبيوتر قبل ما اذاكر الاي سي تي او قبل ما اخد كمبيوتر ساينس او ايفر اخد اي حاجه فيها كمبيوتر، انا علاقتي بالموضوع كله هو اليوتيوب. نفس الموضوع في الولاد، بيجي يقول لي يا مستر والله انا علاقتي بالموبايل او الكمبيوتر هي الجيمز، انا ما بليش في القعده على ولا بعمل سيرفنج ذا انترنت ولا بعمل ريسيرش ولا بدور افتح وورد ولا الحاجات دي كلها. يمكن يا مستر اخر مره عملت برزنتيشن كان من 3 سنين في المدرسه، ويقعد لب 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 حاجات كده. فما فيش حد بيستخدم الكمبيوتر كديلي يوز. طب تعالوا نعرف احنا هناخد ايه في المنهج بتاعنا. المنهج بتاعنا يا جماعه زي ما اتفقنا في اول السيشن ان احنا بيتكون من 21 شابتر. اول شابتر بيتكلم على حاجه اسمها التايبس اند كومبوننت اوف كمبيوتر سيستم. هنتعرف على انواع الكمبيوتر، التايبس بتاعته، ايه الانواع اللي عندنا، يعني هل هو بس البي سي او الديسك توب واللاب توب بس هم دول انواع الكمبيوتر ولا في انواع ثانيه؟
طبعا في انواع كتير هنتعرف عليها وهنتعرف عليها ان ديتيل ان شاء الله. بعد كده بنتكلم فيها على الكومبوننت اوف كمبيوتر سيستم. الكومبوننت اوف كمبيوتر سيستم هنتعرف الكمبيوتر نفسه بيتكون من ايه من جوه، الحاجات اللي احنا دايما بنسمعها في الشارع واحنا مش عارفين هي عباره عن ايه، اللي هي الكرامه والهارد والماوس والشاشه وكارت الشاشه والفيديو كارد والساوند كارد والنتورك كارد، الحاجات دي كلها هنعرفها ان ديتيلز. طبعا هعمل سيبريتد للطلبه الادكس لوحدهم والكامبرج لوحدهم، الا في بعض الليسون يا ساره هيكونوا ممكن يكونوا مع بعض، اما بقيه الحاجات ده هيبقى لوحده وده لوحده، لان الامتحان نفسه مختلف كمان يا ساره، ما ينفعش يكونوا بيحلوا نفس الامتحان مع بعض. علشان طريقه الامتحان بس نفسها، يعني يا جماعه لو حد فيكم ادكسل هستاذنكم يا ريت يوضح ده للوي تيتش وهو بيحجز، لان ادكسل ليها نظام مختلف تماما في حل الامتحانات، فده ليه سيكونس وده ليه سيكونس، عشان ما حدش فيكم يبقى موجود، ممكن المنهج يبقى شبه بعضه بعض الحاجات، ما عنديش مشكله احضر الحاجات الكومن اللي بتوين ذم، بس في الامتحانات يخلي باله لازم نبقى عارفين من الاول عشان اقدر اقول له طريقه الحل من اول يوم للاجزاء دي شكلها عامل ازاي. العافيه يا ساره. طيب تاني شابتر هنتكلم فيه على الانبوت اند اوتبوت ديفايسز، هنتكلم فيه ايه الانبوت ديفايسز اللي عندي، اللي هم ايه الانبوت ديفايس زي الكيبورد زي الماوس زي التاتش سكرين، اي حاجه بقدر ادخل بيها انفورميشن على الكمبيوتر، سوري بدخل فيها داتا على الكمبيوتر. وهنتكلم على الاوتبوت اي حاجه بتخرج لي انفورميشن زي السبيكر زي المونيتور زي البرينتر، حاجات كتير هنتكلم عليها برضو بالتفصيل ان شاء الله. شابتر 3 بنتكلم على الاستورج ديفايس والميديا. الاستورج ديفايس عندي زي الهارد ديسك زي السي دي زي الميموري كارد زي الاس اس دي والاتش دي دي، وهنعرف الفرق بينهم ان شاء الله. شابتر 4 هنتكلم فيه على النتورك والافكت اوف يوزنج ذم، نتورك الشبكات. الناس كتير فاهمه ان الشبكه دي بس هي بالنسبه لنا ما يعرفوش يعني ايه شبكه، اي تو ديفايسز في بينهم من بعض كوميونيكيشن، يعني عن طريق حتى لو انت عندك على الموبايل اير دروب او عندك للناس اللي عندها اي او اس، الناس اللي بتستخدم شات، الناس اللي بتستخدم اي ابلكيشن بيعملوا بينهم من بعض نقدر نقول بيعملوا بينهم من بعض نتورك كده بسيطه، هي دي نتورك. الهدف منها الافكت اوف يوزنج النتورك من ضمن الاهداف بتاعتها ان انا بشيرنج الريسورسز اللي عندي، زي ان انا ابعت لصاحبي صوره، ابعت لصاحبي ام 3، ابعت فويس نوت، كل الحاجات دي اسمها شيرنج للريسورسز اللي عندي. شابتر 5 من الشابترز المهمه جدا والخفيفه جدا، وبيتكلم على افكت اوف يوزنج اي تي. ايه الافكت اوف يوزنج اي تي في اللايف، في اللايف ستايل بتاعتنا احنا النهارده. Should we memorize for CS or just understanding؟ هتكلم على CS لسه يا عبد الرحمن، بس خليني اقول لك ان في الحالتين احنا عندنا memorize طبعا، بس انت لازم تكون understanding عشان تقدر تعمل memorize. يعني انا مش مطلوب منك ان انت تحفظ كتاب، اعتقد ما اعرفش حد فيكم فاهم what I mean، بس يعني مش عايزك تقعد تحفظ وتردد وخلاص، لا انا عايزك تكون فاهم علشان تقدر تحفظ. وهنتعلم ازاي نستخدم حاجه اسمها المايند مابس، ازاي بنقدر نحفظ المنهج ده وبنربط الحاجات ببعضها. شابتر 5 كنا بنتكلم على الافكت اوف يوزنج اي تي، وهنتكلم عليه استخدام الاي تي في حياتنا اليوميه شكله عامل ازاي، احنا بنستفاد بايه في الاي تي ده، بنعمل بيه ايه، هل بس الاي تي هو الكمبيوتر والموبايل وات ايفر، ولا الحاجات في حاجات ثانيه احنا لسه مش عارفينها. هنتكلم ان من اول المنبه لحد الغساله لحد العربيه لحد كل حاجه في حياتنا لحد الفيكم كلينر، كل حاجه عندنا داخل دلوقتي بقى فيها سمارت، دلوقتي بقى عندنا سمارت تلفزيون، بقى عندنا سمارت فيكم كلينر، بقى عندنا حاجات كتير قوي بنسميها سمارت عشان دخل فيها الكمبيوتر اي الكمبيوتر، وده يبقى ليه احمد عمر بيسال السؤال بتاعه بيقول لي هو السي اس اباوت كودينج بايثون وجافا اكسترا. خليني يا احمد اقول لك ان الكمبيوتر ساينس احنا مش مطلوب منك انك تعمل كودنج زي ما الناس متخيله، احنا ولا بنخرج عشان برضو الناس تكون فاهمه من الاول عشان الناس كتير متخوفه، وشكرا يا احمد على السؤال ده عشان فتح معايا مجال الكلام في نقطه معينه، ناس كتير كانت بتبقى فاهمه ان احنا هنعمل ابلكيشن او ان احنا هنعمل كودنج، احنا بنعمل ابلكيشن بس بنعمل ابلكيشن بمواصفات وبدرجه بسيطه جدا، ما بنخشش في تفاصيل جامده جدا في الكودنج، بندرس البايثون والجافا يعني جنرال نولج يا احمد، مش مطلوب مني ان انا اكون عارف الاثنين، ممكن استخدم لغه واحده بس في الشغل عندي، والشغل عندي انا بستخدم لغه اسمها السي دي كود، هي دي الاوفيشال لانجوج اللي انا هستخدمها على مدار السنه ان شاء الله.
البايثون والجافا انا بس مجرد بكون عارف معلومات عنهم. تمام، نيجي بعد كده نتكلم على شابتر 6. شابتر 6 بيتكلم معايا على حاجه اسمها الاي اس تي ابلكيشن. الاي اس تي ابلكيشن، وخلينا نحط كلمه ابلكيشنز دي نخلي مكانها كلمه يوزز، يعني انا هستخدم الاي سي تي في ايه في حياتي. هتقول لي يا مستر هو ايه الفرق بين الافكت بتاع شابتر 5 واليوزز في شابتر 6؟ هقول لك ان الافكت ده تاثيرها عليك، وصلتك لايه؟ هل سرعت لك اداء يومك؟ هل خليتك بقت كسول؟ هل خليتك بقت مور اكتف؟ هل بقى وقت حاجات كتير في يومك ولا لا؟ اما الاي سي تي يوزز او الابلكيشنز اللي عندنا هنتكلم في 16 مجال في الحياه الاي سي تي دخلت فيهم وقدرت تغير طريقه الشغل بتاعتهم. زي ايه؟ زي الميديكال اندستري، زي الهوتل اندستري، زي السكول اندستري. حتى في السكول عندك في التاك شوب في الكانتين، ازاي الاي سي تي قدرت تغير شكل الكانتين زمان عن دلوقتي. تمام، هنتكلم على حاجات كتير قوي في الموضوع ده. هم 16 مجال الاي سي تي دخلت عندنا غيرت اشكالهم في حاجات كتير قوي. شابتر 7 بنتكلم على حاجه اسمها سيستم لايف سايكل، دوره حياه النظام. يعني ايه دوره حياه النظام؟ هو النظام ده بني ادم؟ هقول لك بالظبط زيه زي البني ادم. النظام ده ليه حياه، ليه بدايه وليه نهايه. احنا هنمشي ونعرف السيستم لايف سايكل دي بتبدا فين، وايه الخطوات اللي لازم اعملها علشان السيستم بتاعي يكون ناجح ويكون سيستم يقدر يؤدي الغرض اللي انا من خلاله استخدمت السيستم ده. يعني النهارده في السوبر ماركت، لو انت رحت اي سوبر ماركت وانت بتحاسب بيبقى عند الكاشير واضح عنده الستوك اللي موجود في البرودكت ده قد ايه، واضح عنده الكوانتيتي اللي انت خدتها قد ايه، واضح عنده اذا كان البرودكت ده عليه اوفر ولا لا. كل الحاجات دي بتبقى واضحه من خلال السيستم. فهنا السيستم نقدر نقول ان هو ادى وظيفته بنجاح. خلينا نتكلم على شابتر 8، وبيتكلم على حاجه اسمها السيفتي اند سيكيورتي. السيفتي والسيكيورتي ايه الفرق ما بينهم؟ ان انا عندي حاجات خاصه بالفيزيكال سيفتي وحاجات خاصه في السكيورتي في تعاملي مع الانترنت. ازاي ابقى مامن نفسي وانا داخل الانترنت؟ ازاي ابقى انا عارف انا ايه الحاجات اللي المفروض اللي اقدر اعمل لها شيرنج مع اذر بيبل، وايه الحاجات اللي ما ينفعش اعمل لها شيرنج؟ السيفتي بتاعتي ازاي اقدر اخلي اامن الفيزيكال، يعني ما اخليش فيه جنبي اكل وشرب جنب الكمبيوتر جنب مصدر كهرباء. ازاي ما اقدرش احمل على الكهرباء ضغط عالي علشان ما يحصلش هيتنج او اوفر هيتنج. شابتر 9 بنتكلم فيها على الاودينس. الاودينس اللي هم الجمهور. انا النهارده لو انا بقدم برودكت او بعمل برزنتيشن فانا عندي اودينس. اودينس دي الناس اللي بتسمعني وانا بقدر اعمل اي حاجه. يعني انتوا بالنسبه لي دلوقتي اودينس. لازم اقدر ان انا من خلال السيشن دي اعرفكم كل حاجه عن الماده عشان ابقى انا كده خليتكم ساتسفايد من خلال السيشن. نفس الموضوع هنتعلم ازاي الاودينس دول لو انا بعمل لهم برودكت او بعمل لهم سيستم او بعمل لهم بقدم لهم سوليوشن، ازاي السوليوشن دي تتارجت زير نيدز. عندي في شابتر 10 بنتكلم على حاجه اسمها الكوميونيكيشن، وازاي بنقدر نستخدم الاي سي تي في الكوميونيكيشن من خلال ثرو السوشيال ميديا ابلكيشن اللي بنستخدمها دلوقتي لايك الفيسبوك ولايك تويتر، او من خلال الاوفيشال كوميونيكيشن تولز زي الايميل او الاس ام اس. شابتر 11 بنتكلم على حاجه اسمها الفايل مانجمنت. ازاي اقدر استخدم الكمبيوتر بتاعي وازاي اقدر ادير ملفاتي؟ ازاي هقدر من خلال الكمبيوتر بتاعي ده ان انا اتعرف على التايبس اوف فايل فورماتس، ايه انواع الفايل فورماتس اللي عندي؟ انا عندي فايل خاصه فايل، عندي فورمات خاصه بالصور، عندي فورمات خاصه بالساوند، عندي فورمات خاصه بالفيديوز. حاجات كتير هنتعلمها وهنعرفها السنه دي ان شاء الله. شابتر 12 هنتعلم ازاي نمانيبيوليت الايمج، ازاي هنتعامل مع الصوره. الصوره دي مهمه عندي جدا. الاول خليني اجاوب على سؤال زياد. It is about firewall and like that. بالظبط، هنتكلم على حاجات زي الفاير وول عشان اقدر اعمل بريفنتنج للفيروس يا زياد. زياد مظبوط. طيب خليني كمان اقول لك على ان في شابتر 12 زي ما كنت بقول لكم هنتعلم ازاي نستخدم الصوره. هنتعلم هنستخدم ايه في الصوره؟ هنتعلم ازاي نقدر نإدت الصوره، ازاي نعمل مانيبيوليتنج للصوره. يعني يا مستر هنتعلم فوتوشوب وهنتعلم جرافيك؟ لا، احنا هنستخدم الصوره وازاي نقدر نعمل لها كروب، وازاي نقدر نعمل لها اديت، وازاي نقدر نعمل لها ريسايز، وازاي نعمل امور بسيطه جدا تخليني بس اقدر اتعامل مع الصوره بشكل بسيط علشان اقدر استفاد بيها في المنهج بتاعي. هنتعلم في شابتر 13 حاجه اسمها اللاي اوت. اللاي اوت ده هو المظهر العام، شكل الصفحه بتاعتي وانا بعمل دوكيومنتيشن او بعمل دوكيمنت الحاجه. يعني النهارده ازاي اقدر ابعت فورمال ايميل، او ازاي النهارده اقدر ابعت لحد في جامعه بره ازاي اقدر ارسلهم
وبعت لهم الورق بتاعي وازاي اقدر اتعامل مع الحاجات دي. في شابتر 14 هنتعامل مع حاجه اسمها الستايلز. الستايلز دي لو انتم شايفين الصفحه اللي قدامكم مكتوب قدامكم هنا كلمه ستايلز على الشاشه. الستايلز دي هنتعلم يعني ايه نعمل هيدنج، يعني ايه نعمل تايتل، يعني ايه نعمل سب هيدنج، يعني ايه نعمل بودي. كل الحاجات دي هنتعلمها عشان نكون عارفين ازاي وانا بكتب دوكمنت ازاي اقدر اكتب دوكمنت بشكل اوفيشال او بشكل فورمال. شابتر 15 هنتعلم البروفنج، والبروفنج يا جماعه ان انا ازاي اقدر اعمل سبيلنج وجرامر تشيك، ازاي اقدر اخلي الورقه بتاعتي ما فيهاش ويدو اند اورفن، وهنعرف يعني ايه ويدو اند اورفن ان شاء الله واحنا شغالين. وفي شابتر 16 هنتعلم ازاي نعمل جراف وشارت عشان اعرف البروجرس بتاع اي حاجه ماشي ازاي. انا النهارده عايز اعرف الكورونا فيروس الكوفيد 19 ده هل هو بيعلى بالظبط فور ستاتستكس زي ما زياد قال. انا عايز اعرف الكوفيد 19 ده هو بيقل ولا بيزيد، عن طريق الشارتس وعن طريق الجرافس اقدر اعرف احنا رايحين فين، اقدر اعرف المؤشرات شكلها عامل ازاي. في شابتر 17 بنتعلم الدوكيمنت برودكشن وبنتعلم الوورد مايكروسوفت وورد ابلكيشن. في شابتر 19 الداتا مانيبيوليشن وهو المايكروسوفت اكسس، فالبرزنتيشن وبنتعلم بيها المايكروسوفت باوربوينت. و20 بناخد الداتا اناليسز. وفي 921 بندرس الويب سايت اوثرنج. يا جنى ان شاء الله النهارده هنبدا كده في شابتر خفيف. جنى بس انت بتتكلمي على، هنتكلم على حاجه في الاي سي تي كده، جزء خفيف في الاي سي تي يا جنى ان شاء الله. تمام، خلينا كده احنا عندنا جنرال نوليدج عن المنهج. حد فيكم عنده اي اسئله نقدر نتكلم عليها؟ حد عنده اي سؤال؟ اوكي، خلينا نقول سريعا بعض الحاجات على الطلبه. هل حد فيكم هنا يا جماعه ممكن حد يقول لي مين كان مسجل سي اس او واخد سي اس؟ مين فيكم هنا حضر السيشن النهارده عشان يسمع يعرف حاجه عن الكمبيوتر ساينس؟ مين تاني غير زياد وعبد الرحمن ولا لما؟ اوكي فاطمه. بص يا فاطمه، مفيش بيتر بالنسبه لي، اكيد انا كعمر هقول لك الاثنين زي بعض، بس دايما انا بقول ان الكمبيوتر الاي سي تي. خليني هجاوب لكم على سؤالكم ده. طبعا انتوا لو دخلتوا على البيج عندي اللي انا بعت لكم من شويه اللينك بتاعها، هتلاقوا اللي انا بعت لكم فيه السكيدول بتاع الامتحانات بتاعتنا، هتلاقوا انسرز لكل الاسئله بتاعتكم دي. ويتش بيتر، الاي سي تي ولا الكمبيوتر ساينس؟ طب انا ابدا بمين؟ طب مين اللي سيتبل اكتر لنوفمبر؟ طب زينه سالت سؤال ثاني مختلف، هو انا ينفع اخد الاثنين في نوفمبر سيشن؟ كل الاسئله دي هتلاقوها متجاوبه، بس انا خليني الاول. طيب نورين بتسال انا ايه اللي اخده مع الاي اس بايولوجي؟ طيب خليني اجاوب لكم على اسئلكم دي برضو، وهقول لكم الاول حاجه ثانيه عشان انتوا تقدروا تقرروا بنفسكم، يعني ما يبقاش حد اختار لكم قرار، لان ممكن اكون انا كعمر انا شايف حاجه من وجهه نظري كتيتشر ان حاجه افضل من حاجه او حاجه احسن من حاجه. خليني الاول عفوا يا عمر انا مش فاهم تقصد ايه بالديسكربشن اوف ذا بي سي فور ذا بي سي، قصدك يعني ايه بيرسونال كمبيوتر قصدك؟ تقصد يعني بي سي يعني ايه بيرسونال كمبيوتر يا عمر لو ده قصدك يعني؟ اوكي. حاضر حاضر يا اسماء، هبعت اللينك مره ثانيه. اللينك بقى معاكم يا جماعه، استنى خليه لك اعمل لكم شير برضو عليه على ال everyone. طيب خلينا نتكلم برضو عشان الناس اللي بتسال بقى which better الاي سي تي ولا الكمبيوتر ساينس. خليني ابدا الاول السؤال ده ان انا اتكلم على الكمبيوتر ساينس. الكمبيوتر ساينس يا جماعه هي نفس اللي احنا اتكلمنا عليه في الاي سي تي بس مختلف شويه. ازاي؟ الكمبيوتر ساينس يا جماعه بتتكون من ورقتين. خليني الاول اعمل لكم شير للحاجه لحظات عشان تشوفوا الحاجه معايا.
اعتقد كلكم شايفين الشاشه عندي. خليني قبل ما اقول لكم برضو نفس اللينك اللي انتوا دخلتوا عليه هتلاقوا مواعيد الامتحانات بتاعتنا، اللي هي عندنا الكمبيوتر ساينس هنمتحنه امتى قبل اي شيء؟ هنمتحنه يوم 19/10 ويوم 21/10، وزي ما انتوا شايفين كده هم تو بيبرز بثلاث اكواد، الكود ال 0478 ده الكودنج اللي هو من A to Z، و 94984 ده الخاص بال 9 to 1، و 2110 ده لبعض الدول اللي بتمتحن ب 22 10. خلينا نتكلم بقى على المنهج بشكل عام. منهج الكمبيوتر ساينس عندنا، اجاوب على سؤالكم حاضر. حاضر يا عبد الرحمن، هقول لك على اجابتك حالا. بص يا عبد الرحمن، الاول انت تشرح لك الكلام ده ولا لا؟ عبد الرحمن عنده امتحان يا جماعه في الانبوت والاوت ديفايسز، تشرح لك الكلام ده انت فهمته الاول؟ عبد الرحمن الكلام ده تشرح لك؟ ممكن تجاوبني على سؤالي بس؟ اوكي طيب، انت بتذاكر من ايه يا عبد الرحمن؟ ايه مصدر، ايه الريسورس اللي انت بتذاكر منه؟ نوتس. حلو قوي. نوتس عندك الجزء ده قد ايه؟ كام ورقه تقريبا؟ طيب خليني اقول لك على حاجه يا عبد الرحمن، هتلاقي على البيج برضو الكتاب، هستأذنك تنزله تمام، واعمل لي كومنت تحت الكتاب ان انت بالمشكله اللي عندك، وانا هبعت لك اجابه، هبعت لك ديسكريبشن او هبعت لك فايل كده فيه ديسكرايبد الانبوت والاوتبوت ديفايسز، الحاجات الاسئله اللي بتيجي في الامتحان تمام، عشان ما تتعبش نفسك طالما انت عندك نيكست ويك وانت في عندك مشكله، هحل لك المشكله دي ان شاء الله. طيب خلينا نتكلم بقى تاني على احنا هنمتحن في ايه، العفو عليه، هنمتحن في ايه في المنهج بتاعنا. خلينا كده نفتح ونشوف. منهج الكمبيوتر ساينس هو عباره عن 13 شابتر. ال 13 شابتر اللي انا همتحن فيهم دول، خليني اعمل لكم بس شير كده تبقوا انتم شايفين الشاشه بشكل واضح، عشان الناس اللي بتسال على الاسئله الخاصه بالبروجرامنج لانجوج والحاجات بتاعتنا. منهج الكمبيوتر ساينس بيتكون من 13 شابتر زي ما انا قلت لكم من اول السيشن. خليني اقول لكم الاول هم عباره عن ايه. اول جزء عندي من شابتر 1 لشابتر 8 ده الجزء الثيري، ومن شابتر 9 لشابتر 13 لا ده عشان انت يا زايد ممكن تصغره، عندك تقدر تعمل حاجه اسمها سبيكر فيو، ممكن ترجع لوي تيتش يقول لك ازاي تقدر تعمل ده سريعا، يعني لو ده عامل لك مشكله في الرؤيه. طيب خلينا نتكلم كده على ان احنا عندنا زي ما قلت تاني منهج الكمبيوتر ساينس بيكون من 13 شابتر، من شابتر 1 لشابتر 8 ده بيتكلم على الجزء الثيري، ومن شابتر 9 لشابتر 13 ده بيتكلم على الجزء البراكتيكال. طب انا هدرس فيهم ايه؟ تعالوا نبص مع بعض سريعا. سيكشن 1 انا هشرح فيه حاجه اسمها الداتا ريبرزنتيشن، وهنتكلم على حاجه اسمها الباينري سيستم، وحاجه اسمها الهكساديسيمال سيستم، هنعرف فيهم يعني ايه كلمه باينري. باينري يعني ثنائي، يعني الزيروز والوانز اللي انا دايما بسمعهم او بشوفهم. خليني اقول لك ان انت لو عندك مشترك في البيت هتلاقي عليه على علامه الاون والاوف دايره وشرطه، الدايره والشرطه دي ناس كتير مش عارفه ان هم ريبريزنت للزيرو والوان اللي عندنا في الكمبيوتر. طب ايه يا مستر علاقه المشترك بالزيرو والوان، او ايه علاقته بالكمبيوتر؟ خليني اقول لك ان كلمه زيرو وان معناها سويتشز، معناها انا بفتح ايه في الكمبيوتر وبقفل ايه في الكمبيوتر. خليني بعد كده اقول لك ان انت هتدرس فيها حاجه اسمها الداتا ستورج. الداتا ستورج دي نفس اللي احنا هندرسها في الاي سي تي، اللي هي الهارد ديسك والاس اس دي والسي دي روم والفلاش درايف والميموري كارد. بعد كده هندرس حاجه اسمها كوميونيكيشن اند انترنت تكنولوجي، هندرس فيها حاجه اسمها داتا ترانزميشن. يعني ايه داتا ترانزميشن؟ عمليه نقل البيانات من جهاز لجهاز او ثرو ذا انترنت ازاي بتتم. هندرس بعد كده حاجه اسمها السكيورتي اسبيكتس،
السكيورتي اسبيكتس اللي عندي، هي ايه الحاجات اللي المفروض اعملها وانا بشيرنج الريسورسز بتاعتي او بشيرنج البيرسونال ديتيلز بتاعتي ثرو ذا انترنت. بعد كده بدرس حاجه اسمها الانترنت برينسيبل اوف اوبريشن، احنا ايه المفروض نكون المبادئ اللي انا بستخدمها ذا شات اور ذا بارتيسيبنت. تاني انا اسف يا زياد انا مش فاهم تقصد ايه. تاني عفوا يا جماعه لحظه واحده اشوف بس زياد يقصد ايه. هو مستر كان في شاشه سوداء ظاهره جنب الشرح اللي انت جنب الشاشه اللي انت كنت بتشرح فيها، عفا كان في حد بيسال هو في بوكس سوداء كده ولا انا بس اللي شايفها؟ دلوقتي مش ظاهره. دلوقتي مش ظاهره خلاص. مش عارف والله يا زياد انا اسف. هي اتشالت خلاص. لا هي اتشالت خلاص. اوكي. بدرس يا علي الاي اس وبدرس الاي ليفل، بدرس للاثنين الاي ليفل سواء في الاي سي تي او سواء في الكمبيوتر ساينس، بس في دور نوفمبر يا علي انا ما بدرسش اي ليفل خالص ولا اي اس ولا اي 2. في دور نوفمبر ببدا الاو ليفل، وفي شهر سبتمبر ان شاء الله بنبدا الاي اس والاي 2. تمام. طيب نيجي بعد كده نكمل. احنا عندنا بعد كده حاجه اسمها هاردوير اند سوفت وير. العافيه يا علي. الهاردوير اند سوفت وير بندرس فيها اللوجيك جيتس، بندرس فيها حاجه اسمها الكمبيوتر اركتكتشر اند فيتش اند اكزكيوت سايكل، بندرس الانبوت ديفايس، الاوت بوت ديفايس، الميموري والستورج ديفايس. كل الحاجات دي انا درستها في الاي سي تي. لو انا واخد اي سي تي قبل كده فانا درستها، فانا ما عنديش هدك للناس اللي واخده كمبيوتر ساينس وهي اصلا واخده اي سي تي قبل كده، سواء في جون او سواء في يير 9 او سواء في يير 8 او سواء في يير 7 للاي جي ان من زمان. تمام. بدرس معايا بعد كده شابتر بيتكلم على الاوبريتنج سيستم. الاوبريتنج سيستم ده اللي هو زي الويندوز، زي الاي او اس، زي الاندرويد، زي الحاجات كتير قوي اللي احنا بنستخدمها في حياتنا. ده الكمبيوتر ساينس. لا تاني يا زياد انا مش فاهم تقصد ايه. ممكن تقول لي تقصد ايه بسؤالك؟ ممكن تفتح المايك يا زياد وتقوله لي، انا سامعك. مستر سامعني؟ سامعك يا زياد اتفضل. مستر هو في اي سبجكت اخدها so in order to complete computer science يعني اخد ميجر قصدك في الجامعه في اليونيفرستي ميجر يعني؟ بص يا زياد الاثنين، بص خليني اقول لك على حاجه. يعني يا جماعه لو ما حدش عايز يبقى عامل تخصص معين سواء في الكمبيوتر ساينس او في السوفت وير انجينيرنج او في السايبر انجينيرنج، فهو بالنسبه له لازم ياخد اي سي تي. يعني صباح الخير كده بالنسبه له لازم ياخد اي سي تي. ليه ياخد اي سي تي زياده؟ عشان اي سي تي هي ماده هتنفعه في كل المجالات، هتنفعه في كل المجالات. اما لو هو هياخد يا زياد هيبقى الميجر بتاعه بعد كده كمبيوتر ساينس، فاللي هياخده معايا في الكورس بتاعي ان شاء الله يعني او في الكورس مع اي تيتشر تاني، فهو ده اللي هيخليه هياخده بالظبط في سنه اولى في الكليه. يعني فعليا هو از اولموست ذا سيم. هيفرق معاه كتير جدا ان هو يبقى داخل وزمايله لسه بيتعرفوا على الحاجات دي وهو عنده النولج دي كلها، هيريحه شويه حلوين يعني يا زياد لو هو هياخد ده. اما انا هخش بوليتيكال ساينس، هخش ايكونومكس، هخش كوميرس، هخش ميديكال، هخش ميديسن، هخش اي تخصص عندي، هخش انجينيرنج، هخش اي حاجه، فانا هاخد الاي سي تي علشان هي صباح الخير كده هتريحني في كل حاجه في حياتي بقى، هتريحني اعمل دوكيومنتيشن، هتريحني اعمل برزنتيشن، هتريحني اقدر اعمل كالكوليشنز، هتريحني في حاجات كتير قوي يا زياد. ده لو على سؤالك مين ياخد ايه ومين ياخد ايه. تمام. طب مين ياخد ايه قبل ايه؟ ده السؤال ده دايما يا جماعه انا ما بحبوش فعليا، يعني ما بحبش اجاوبه، بس انا اجابته موجوده عندي على البيج. يعني عموما الطبيعي ان الافضل ان انا اخد الجنرال نولج اللي هي الاي سي تي الاول وبعد كده اخد الكمبيوتر ساينس. طب مستر انا مش عايز اخد اي سي تي علشان سمعت ان هي الجريدنج فيها صعبه وان الاي كمبيوتر ساينس الجريدنج فيها اسهل والستار اسهل والمنهج اصغر وحاجات كتير. هقول لك مفيش اي مشكله لو بدات بالكمبيوتر ساينس، مفيش اي مشكله لو خدت كمبيوتر ساينس بس، مفيش اي مشكله، مش هتعوضك حاجه عن الاي سي تي. نعم اتفضل. مين الاول؟ بس انا عندي في المدرسه عبد الرحمن. بس انا عندي في المدرسه مفيش اللي هو التشويس بتاع الاي سي تي، مفيش الا كمبيوتر ساينس بس. مش هتفرق في حاجه خالص يا عبد الرحمن خالص، وده اللي انا بقوله. يعني انت النهارده مجبر مثلا يا عبد الرحمن، فانت مجبر هتاخد خلاص كمبيوتر ساينس غصب عنك. طب انا هل ده هيفرق معايا في حاجه؟ لا مش واخد اي سي تي. لا
خالص. ما في طلبه كتير يا عبد الرحمن اصلا ما بتاخدش اي سي تي خالص، يعني على مدار السنين اللي فاتت انا حضر معايا طلبه ما بتاخدش اي سي تي، هي مش عايزه الاي سي تي. ليه بقى؟ عندهم فيدباك وحشه من زمايلهم عن الاي سي تي، ان هي الجريدنج فيها صعبه، ان اتظلموا فيها، ان هو ما بيحبش الحفظ في الاي سي تي، فيها حفظ كتير، حاجات كتير من هذه الانواع من الكومنت اللي بنسمعها يا عبد الرحمن. فانا النهارده هاخد كمبيوتر ساينس على طول دايركت، هل هيفرق معايا خالص ولا اي حاجه؟ ما انا هدرس فعليا هنا كل الحاجات اللي هتاهلني برضو ان انا اكون فاهم المنهج، ما هي دي ماده مستقله بحد ذاتها يا عبد الرحمن. فاهم اقصد ايه؟ اه شكرا. طيب بص يا لما، عشان تبقي في انجينيرنج تاخدي اي سي تي ولا كمبيوتر ساينس، انت الاول هتتخصصي في ايه في الانجينيرنج يا لما؟ ايه اللي عايزاه في الانجينيرنج؟ ممكن يا لما تفتحي المايك ونتكلم مع بعض برضو لو عايزه. هو انا مش عارفه انا عايزه ايه بالظبط في الانجينيرنج، بس يعني عايزه حاجه to do with computer. حلوه قوي. يعني احنا بنتكلم برضو في كمبيوتر انجينيرنج او سوفت وير انجينيرنج او سايبر انجينيرنج انا ده مثلا، يا سوري يا لما صح؟ او ديزاين تكنولوجي حاجه كده يعني. اوكي. او بزنس انفورماتيك، عندنا حاجات كتير قوي ممكن تبقى داخل هنستخدم فيها ايه. طيب خليني اقول لك كندا ان اللي بياخد السي اس هتنفعك اكتر لو انت داخله ميجر بتاعك كمبيوتر ساينس، يعني من الاخر كده داخله حاسبات ومعلومات، او داخله كليه علوم قسم حاسب الي، او سوري قسم علوم حاسب عفوا. اوكي، يعني داخله كمبيوتر ساينس فاكولتي اوف ساينس، او داخله حاسبات ومعلومات على طول دايركت. طب انا النهارده لا، انا هدرس حاجه في هندسه، هل هيفرق معايا ان انا اخد ده او ده؟ هقول لك ان الاي سي تي هتنفعك في كل المواد اللي عندك. إن على مدار دراستك يا ندى، يا سوري يا لما، بتدرسي مواد ليها علاقه بالجنرال نولج في الهندسه في الكليه، تمام، وبتدرسي مواد ليها علاقه بتخصصك بقى اللي هو الميجر بتاعك اللي هو كمبيوتر ساينس. فانت النهارده خدتي اي سي تي فهي هتنفعك في كل حاجه. خدتي كمبيوتر ساينس فهي زي ما قلت كده هتسهل لك جزء كبير جدا، هتخليكي فعليا بجد لو خدتي كمبيوتر ساينس هتبقي مختلفه عن زمايلك، هتبقي عندك المعلومه خلاص. يعني من الاخر يا لما كده هقول لك على حاجه بالعربي، هتريحي نفسك على الاقل في مادتين من المواد بتوع الجامعه في اول سنه. فهماني؟ يعني انت هتبقي داخله معاكي فعليا مادتين مرتاحه فيهم خلاص. يعني الاحسن ان انا اخد كمبيوتر ساينس. لو هو خلاص، لو انت ناويه على ده فعليا وهتعملي اشيفنج ده، لو انت هتفضلي شغاله على ده. ماشي اوكي شكرا. العفو على ايه، تحت امرك. وبالتوفيق يا لما ان شاء الله. عبد الرحمن انت بتقول لي يا عبد الرحمن مش هتحتاج كمبيوتر ساينس لو انت هتخش ده، مش هتحتاجها، يعني مش هيبقى هو مش هيبقى ليها استخدام في حياتك، هيبقى فعليا الاي سي تي هي الافضل بالنسبه لك في كل الظروف. عبد الرحمن عايز يخش طب، فبالنسبه له مش هيطب مش هيفرق معاك حاجه خالص انك تاخد كمبيوتر ساينس، الا في حاجه واحده برضو يا جماعه، خلينا برضو نتكلم مع بعض، احنا بنتناقش مع بعض قبل ما احنا بنشرح حاجه. يعني الناس كلها هدفها انها تخلص الايت او ليفلز بتوعهم كلهم بستار، مش هو ده الهدف اصلا من الاساس قبل الكليات بقى؟ فبالنسبه لي انا لو انا عايز اخد كمبيوتر ساينس فهي ماده الاشيفنج فيها للاستور سهله اصلا. يعني لو انت بالنسبه لك هو ده اللي انت بتفكر فيه تحت في الخطوه الحاليه، ان انا النهارده ازاي الاول احقق استور عندي علشان اقدر اخلص الايت او ليفلز بتوعي بستورز، فانا بالنسبه لي الهدف ان انا ممكن اخد كمبيوتر ساينس لانها ماده الاستور فيها سهله، او مش سهله بس الاستور فيها اسهل في تحقيقها من مواد تانية. مش مثلا ده سؤالك يا عبد الرحمن، تقصد كده مثلا ولا حاجه تانية؟ اوكي خلينا نرجع تاني نكمل، وعشان نشوف احنا برضو العفو يا عبد الرحمن. عندي بدرس حاجه اسمها الهاي اند لو ليفل لانجويجز. هل يا جماعه انا هنا هدرس برمجه بمعنى ان انا هدرس برمجه يعني هطلع انا كتير طلبه بتبقى داخله متخيله كده ان هي شكل جوكينج كده ان هو داخل يبقى هاكر، داخل يبقى انا داخل اعمل اهكر اكونتات وهكر بي سيز وهكر ايميلز واعمل هاكينج لحاجات كتير قوي كده. فهل ده حقيقي؟ لا طبعا، ده مش هتخرج عامل كده خالص من الكورس ده. هو الكورس ده في الاول وفي الاخر هو بيديك جنرال نوليدج، بيديك حاجات هنبدا مع بعض فروم سكراتش، بس مش هنبقى اكسبرت، بس هيبقى عندنا بعض النوليدج. تمام، عشان نبقى اكسبرت هنضطر نخش ان احنا نخش في مراحل ثانيه زي الاي اس او الاي 2، ان انا ابقى مخلص الاي الاو ليفل والاي ليفل. فانا هنا بقى عندي بقى اكسبرت شويه عن الناس اللي واخده الاو ليفلز بس. طيب
نفس الموضوع في السكيورتي، والسكيورتي هيعرفنا ازاي نأمن نفسنا سواء فيزيكال او سواء واحنا بنستخدم الانترنت. والاسكس بيقول لنا المبادئ والاخلاق اللي المفروض اتعامل بيها ثرو معاملتي مع الناس على الانترنت. طيب نيجي في سكشن 2 واللي هتكون فيه معاكم ان شاء الله باشمهندسه ايناس، ده هنتكلم فيه على حاجه اسمها الالجوريزم ديزاين اند بروبلم سولفنج. انتوا لو حد فيكم عنده معلومه فلازم يكون عارف من الاول كده ان احنا بنمتحن الامتحان بتاعنا من ورقتين، ورقه بتبقى ثيري والورقه الثانيه براكتيكال. وعشان انتوا عارفين من الاول الورقه البراكتيكال ما فيهاش لاب، مش زي الاي سي تي انا بمتحن الورقتين اون بيبر، بمتحنهم على ورق، يعني بمتحن العملي والنظري على ورق مش زي الاي سي تي على كمبيوتر. تمام. طب ايه اللي بمتحنه في الورقه الثانيه؟ وده مهم قوي. في الورقه الثانيه الامتحان بتاعها من 75 درجه، سوري من 50 درجه عفوا، الورقه الاولانيه من 75 درجه، الورقه الثانيه من 50 درجه. طيب ال 50 درجه دول متقسمين ازاي؟ متقسمين ل 20 درجه بيجوا لي قبل الامتحان حاجه اسمها البري ريليز ماتيريال. البري ريليز ماتيريال دي بتكون ورقه مديني سيناريو قبل الامتحان وبيقول لي حط، مديني او مديني عفوا مديني مشكله، مديني بروبلم وبيقول لي حط لها سيناريوز لحلها. الطبيعي ان انا خلال السنه بعرفك ازاي تحل السيناريوز دي، وبنقعد مع بعض اول ما تستلم الورقه دي بنقعد معاك وبنعرفك ازاي تحط اكتر من سوليوشن للمشكله اللي قدامك دي، وايه البرامج والاكواد اللي احنا بنستخدمها علشان نقدر نحل المشكله دي. تمام. من الاخر بتكون داخل ضامن ال 20 درجه دول وانت مطمن. بقيه ال 30 درجه متقسمين على الجزء الخاص بالسيدو كود والفلوت شارت. والسيدو كود هي لغه برمجه بنستخدمها في البرمجه، بنستخدم البروجرامنج زي البروجرامنج كونسبت، ونبقى عارفين حاجه اسمها الداتا ستراكشر وحاجه اسمها الاريز والتايبس اوف اريز وازاي نقدر نعرف انواع الداتا، حاجات كتير قوي. وعندي الداتا بيز نفس اللي بدرسه في الاي سي تي في شابتر 19 اللي هو سوري 18 اللي هو الاكسس، هنا بندرسه بس بندرسه من غير كمبيوتر، هنا بندرسه على الورق. تمام. ده بالنسبه للاي سي تي سوري للكمبيوتر ساينس. تاني نرجع بس نحط بعض الخطوط العريضه، ان الكمبيوتر ساينس الماده من 125 درجه، 75 درجه على الجزء النظري و50 درجه على الجزء العملي. فعليا انت بتكون داخل الامتحان معاك 20 درجه بلس ان انت 20 درجه دول انت مش هتحلهم في الامتحان، انت تكون عارفهم ومن الاخر كده هتخش تكتبهم في الامتحان. بقيه ال 50 درجه اللي في الورقه الثانيه 30 درجه دول انا بكون مديك منهم فعليا على مدار السنه 23 درجه، يعني انت داخل معاك 7 درجات بس هم اللي بنكتشفهم اثناء الامتحان. يعني انا من الاخر داخل معايا 43 درجه من ال 50 درجه بتوع سيكشن 2، وفي سيكشن 1 المفروض بنكون داخلين معانا ال 75 درجه كاملين. عشان كده ده اللي بيخليني اقول ان الستار اسهل في تحقيقها في الجزء بتاع الكمبيوتر ساينس، لان احنا داخلين معانا فعليا اكتر من 90% من درجه الامتحان، فبالتالي انا كده كده الستار عندي اصلا من 87% سوري من 78%، فكده كده انا جايب ستار قبل ما اخش الامتحان اصلا. تمام. ده بالنسبه للجزء ده. حاسسينكم لو عندكم اسئله برضو بالنسبه للكمبيوتر ساينس حاسسينكم تبعتوها لي. انا اسف هقرأ اسئلتكم حالا قبل ما اخش بقى في الجزء الثاني. I take IST but CS teaching hacking I am ready to لا يا احمد احنا مش هنعلمك الهاكينج للاسف يا احمد، والله انا كان نفسي، بس يعني احنا بندي كده يا احمد بعض الحاجات الخاصه بالجنرال نوليدج برضو عن يعني ان انت ازاي تامن نفسك مش ازاي تهاك، فممكن ده يفيدك برضو يا احمد يعني. I know يا احمد طبعا. زياد بيسالني هتديش بايثون والجافا، هنديك يا زياد جنرال نوليدج، هعرفك بعض الحاجات يا زياد عن عن الجافا وعن البايثون، بس مش هيكون مش لدرجه انك هتدرسهم كاملين، يعني مش محتاجهم في دراستي اصلا يا زياد في حاجه. بالظبط هو سيدو كود اصلا والجوريزم يا عبد الرحمن، فعليا اللي احنا هندرسه في الجزء ده هيكون سيدو كود والجوريزم. طيب خلينا نبص مع بعض كده تاني على جزء تاني. خليني اقول لكم على حاجه برضو عشان تبقى الناس كلها في الصوره. الاول انتوا بالنسبه لكم مين دلوقتي حاسس ان هو بعد اللي احنا قلناه الاول دلوقتي ان هو ايه ميولكوا اكتر؟ انتوا قولوا لي ميولكوا انتوا اكتر ايه؟ يعني مين داخل اصلا كان نفسه يخش كمبيوتر ساينس
ومين نفسه ياخد اي سي تي، او حد عنده اي نوليدج قبل كده على الجزء اللي فات ده، حد يقول لي ايه اللي عنده في الجزء اللي فات ده؟ زياد، سعيد، تمام، محمد، بص يا سارة، هي مش أسهل والله خالص، هي مش أسهل، هي فيها يعني، خليني أقولها لك بشكل كده بالعربي. الاي سي تي يا سارة مادة ستبس، مادة ستبس، يعني يا جماعة خلي بالكم في حاجة، الكمبيوتر ساينس مش أسهل والله خالص، يعني الناس اللي خدت أكيد الاي سي تي هتبقى فاهمة ده. الاي سي تي يا جماعة هي مادة ستبس، أنا بمشي بستيب باي ستيب، أنا عارف أنا هروح من الخطوة دي للخطوة دي فين. اما في السي اس انا بحتاج فيها ان انا منتل اكتر، فيها دماغي اكتر بتشتغل، فانا لو دماغي مش شغاله قوي او انا عايز اريح دماغي، فانا بالنسبه لي هتبقى الاي سي تي هي ماده افضل. اما لو انا دماغي شغاله وبحب الكمبيوتر وبحب البروجرامنج، ففي الحاله دي هبقى انا بريكومنديشن معاك الكمبيوتر ساينس طبعا. فاهمين اقصد ايه؟ بس الكمبيوتر ساينس مش اسهل خالص، يمكن الاي سي تي ماده اسهل من حيث ان هي ما فيهاش مجهود على دماغي، لان انا بمشي بستبس معينه بحفظها. تيك بوست صدقيني يا بسمه يا فاطمه، هما الاثنين حلوين فعليا، بس السي اس ليها، يمكن انا بقول كده عشان برضو انا بحب الكمبيوتر ساينس اكتر من جوايا، يعني لان هي ماده فيها شغل، يعني فيها دماغ اكتر. ف الكمبيوتر ساينس هي ماده ممتعه في دراستها، ممتعه لان هي فيها فكر، بتفكري في حاجات، بتفكري في سوليوشن. الاي سي تي هنا زي ما قلت لكم بنمشي على ستاب معينه بنبدا نحل بيها. لو كان وي تيك بوس اي سي تي اند سي اس عادي تاخدي الاثنين عادي. بس مين حد كان سالني انا اخد ايه في نوفمبر؟ حد كان سالني، خليني اجاوب على السؤال ده عشان ده مهم قوي. روان بتسال على الكالكوليتر، لا ممنوع الكالكوليتر في الكمبيوتر ساينس يا روان، ممنوع الكالكوليتر اصلا في ان انا اخدها في الامتحان، ما ينفعش استخدم كالكوليتر في الامتحان. في الاي سي تي بيبقى متاح عشان انا عندي كمبيوتر فبقدر استخدمها من على البي سي نفسه على طول يا روان. ما فيش مشكله خالص يا زايد، ده هايل انك تبقى عندك الاول الجنرال نوليدج بالاي سي تي وبعد كده تاخد السي اس تاني خطوه. انا قلت ان المور ميمورايزنج، تاني يا عبد الرحمن الميمورايزنج ده انا بالنسبه لي ما بحسبوش، لان انا بالنسبه لي بشوف ان اولا الحفظ يا جماعه هي مراحل وهي قدرات، يعني ما ينفعش اقارن قدره عبد الرحمن في الحفظ بقدره ساره، بقدره زايد، بقدره مريم، بقدره خلود، ما ينفعش اقارن قدراتكم كلكم في الحفظ زي بعض. عشان كده انا بقول الاول نفهم وبعد كده نكتب بطريقتنا، وده اللي بيخلي كامبريدج افضل فيه. مين هنا كان واخد ادكسل وسالني على ادكسل؟ هجاوب حالا على سؤال اللي بيسالني على الديفرنس بين الاي سي تي ادكسل اند كامبريدج. تيك بوست سبجكت بس اي كانت ديسايد شود اي تيك زام ان سيبريت سيشن اور تيك زام تو تيك زام ان نوفمبر 1 سيشن. طيب يا زينه هقول لك حالا على اجابتك لسؤالك دي. ستيكوز اي ام دوينج ان جوينج تو ستادي ان ذا ميديكال فيلد اند ان جوينج تو سي اس نمي اي تيك اي سي تي ادكسل. اوكي يا ساره يا وليد هجاوبك على سؤالك حالا. يو دونت انسر اني ماي كويستشن ويتش از بيتر to take which AS biology. اوكي نورين هجاوب على سؤالك حالا. حاضر. بصوا يا جماعه خليني اجاوب على سؤال كده سريعا. اول سؤال هقول لنورين ايه اللي يتاخد مع الاي اس بايولوجي؟ بين انت واخده اي اس بايولوجي يا نورين فانت كده كده ناويه على ميديكال فيلد، اعتقد ده كده باين من اختيارك، مظبوط؟ ففي الحاله دي ان هتاخديهم في نوفمبر صح ولا هتاخدي ولا بتحضري لجون؟ نوفمبر. فانا في الحاله دي هقول لك افضل لك انت في المرحله دي انت ممكن تاخدي سي اس بما ان انت اصلا معاكي ماده تقيله، فانا مش هخلي عليكي مادتين تقال. هتقولي ما انا مش هستفاد بيها في حاجه في الجامعه،
ده المفروض اللي جه في دماغك دلوقتي. هقول لك اه بس بما ان انت معاكي اصلا ماده تقيله فانا برشح لك ماده خفيفه جنبها هتعتمدي فيها على المنتال اكتر، مش ان انت تتدربي وقت كبير وتحلي امتحانات كتير فانت تاخدي وقت لمذاكرتك كتير. انا محتاج منك مذاكره كتير في الاي سي تي. اللي بياخد يا جماعه اي سي تي انا دايما بريفير انه ياخد اي سي تي بس، ما ياخدش معاها اي ماده تانية في نوفمبر. شكرا يا حبيبي على السؤال اللي انا مش مفهوم ده. اكتبيه مره ثانيه يا حبيبي عشان انت كتبتي عربي. خلينا نقول على الثاني، الناس اللي بتاخد اي سي تي انا بريفير ان اللي ياخد اي سي تي ياخدها لوحدها في نوفمبر، علشان طبعا اتفضلي يا حبيبي. علشان هي ماده محتاجه حل كتير، الاي سي تي يا جماعه فيها حل كتير. احنا عندنا في كل امتحان في تقريبا فوق ال 40 امتحان بنحله، فاحنا عندنا 120 امتحان بنحلهم. فانا لو معايا ماده تانية انا مش هقدر اذاكر الاثنين مع بعض، انا بحتاج منك مجهود كبير في الاي سي تي عشان تقدر تحقق الاشيف الستار. فبالنسبه لي لما حد بيقول لي انا واخد ماده تانية بقول له خد السي اس، فهي بتكون بالنسبه لك ماده خفيفه جنب الماده بتاعتك، والشغل فيها هيبقى اكتر على دماغك مش على ان انت تقعد تحل كتير او تبذل مجهود. سوري عفوا، في الحالتين هنحل كتير بس من غير مجهود كبير يعني. طيب ساره كانت سؤالها زينة، سوري الاول زينة كانت بتقولي ده هاخد المادتين في نوفمبر ولا في ده. اعتقد يا زينة اوكي، بص يا زينة تاخدي الاثنين في نوفمبر. اه عندي طلبة بتاخد الاثنين في نوفمبر عادي، وهنا الاثنين بيبقوا اثنين قريبين من بعض جدا. خليني اقول لك ان عندنا فعليا في 6 شابتر اللي بتدرسيه هنا هو اللي بتدرسيه هنا بالظبط بالظبط، فانت بتحفظي المعلومة مرة واحدة بس، طريقة الاجابة في الامتحان مختلفة يا زينة. يعني هتذاكري الحاجه مره واحده بس هتجاوبيها بطريقتين، فالخوف بيبقى عندي ان الطالب يكون عارف ازاي يجاوب، وده اللي بمرنك عليه انك يا زينه تركزي تفصلي دماغك كده كانك عندك شخصيتين، وانت بتحلي اي سي تي بتحلي بطريقه، وانت بتحلي كمبيوتر ساينس بتحلي بطريقه بديفينيشن مختلفه شويه، يمكن نفس الحاجه بس الديفينيشن مختلفه شويه. بص يا محمد، بما ان انت مشكلتك في العملي، لو انت مشكلتك في العملي وهتخش نوفمبر وهتاخد معايا صدقني انا بقولها لك من دلوقتي، انا جرانتي ان انت هتقفل امتحان العملي 100%. نجاوب على سؤال حبيبه الاول. حبيبه انت مش عارفه تاخدي ايه الماده الثامنه، حبيبه انت عايز تخشي ايه؟ طب يا بابا ودي عايز تخشي ايه؟ ميديكال. عندك كام حاجه في نوفمبر يا حبيبي؟ هل زي لما كده او زي ساره؟ حد كان سالني ان هو معاه اي اس بيولوجي، كان مين؟ كان رين اعتقد. اه انت معاكي ماده، معاكي ايه المواد ايه في نوفمبر ده؟ طبعا اتفضلي. الو يا مستر. يا حبيبي انا معاكي. مستر انا واخده 7 مواد بس عشان الجريدنج، فانا بقول اي ماده هقع فيها هعدها تاني في نوفمبر، بس انا لسه هبدا دلوقتي ماده تامنه هبدا اذاكرها من دلوقتي، بس انا مش عارفه اخد ايه. هتمتحني في نوفمبر يا حبيبي ولا هتمتحني في جون؟ نوفمبر. طب انت معاكي حاجه تانيه، معاكي ماده تانيه في نوفمبر ولا ماده واحده بس اللي هتاخديها؟ اه معايا اي ماده من ال7 مواد الاولى في هاخدها. طب انت امتحنتي ماس يا حبيبه وامتحنتي فيزكس؟ لا انا ما امتحنتش اي حاجه، هعمله بريدكتد جريدز. اه انت كان اول ليكي دور جون اللي فات، انت في جريد 10؟ ايوه. طيب اخبارك ايه في الماس يا حبيبه والفيزكس؟ والفيزكس الثيوريتيكال كويشنز في شويه يعني مش بحبهم قوي، بس الماس ماشي حلو. ماشي، لو نقدر نقول كام بنسبه قد ايه؟ الفيزيكس ممكن ايه او ايوه، والماث ان شاء الله يستر ان شاء الله. طيب في الحاله دي يا حبيبه صدقيني انت خدتي اي ماده فيهم هيبقى الموضوع بسيط بالنسبه لك، يعني خدتي اي سي تي خدتي كمبيوتر ساينس هيبقى الموضوع هتاخدي اي سي تي. ايوه اوكي، هيبقى عندك بس بتحبي الحفظ يا حبيبه؟ طيب
هيبقى الموضوع عندك ان شاء الله بسيط، وهنبقى شغالين على ان احنا بنحفظ بنفهم عشان نحفظ. يعني انا برضو تاني بكررها، احنا بنفهم عشان نحفظ، لان لو انا هحفظ بس فانا بالنسبه لي مش هقدر احقق نتيجه بالناس اللي انت ترجوها فعليا. لازم اكون بعمل ده وبعمل ده في نفس الوقت، بفهم عشان اقدر احفظ بشكل كويس ان شاء الله. وما تقلقيش يا حبيبي الموضوع بسيط، يعني انت لو عندك وقت كبير، بس اهم حاجه ما تاخديش مواد ثانيه. لو هتاخدي اي اس تي ما تاخديش معاها، ما تذاكريش معاها مواد ثانيه، علشان هتكون محتاجه منك مجهود كبير في المذاكره ان شاء الله، ان احنا نحل كتير علشان نقدر ناشيف بس الاي ستار ان شاء الله. يعني هل ده معناه يا حبيبي ان انا ولكيش تاخدي مواد ثانيه؟ لا، في ناس تاخد مواد ثانيه يا جماعه والله في نوفمبر، وفي ناس بقى معاها ثلاث مواد في نوفمبر وبتحقق ستار، وعندي على ده 100 دليل قبل كده من ستودنت عندي. بس انا دايما بقول ان انت بس ما بيمتحنوش في نوفمبر، يعني بيمتحنوا في جان، ايام ما كان في مثلا عندنا في جان فيمتحنوا مثلا اي اس في جان، عندهم مثلا في جون بيحضروا الماده ثانيه في جون. يعني انا عندي الطلبه لما ببدا معاهم في شهر سبتمبر، طلبه نوفمبر سوري طلبه جون، ببدا من شهر سبتمبر وبيكون معاهم مواد في نوفمبر وبيكونوا شغالين الاثنين عادي. بس الفكره كلها ان انا خلاص خلصت معاه المنهج، وفي نفس الوقت خلاص خلص امتحانات، فهو في الفاينل ريفيجن فيقدر ياخد ماده ثانيه. اما لو من اول داي كده وهتبداي تاخدي ماده ثانيه مع الاي سي تي، فهيبقى هيدك عليكي في الاول شويه. واحنا عايزين برضو ننظم وقتنا، يعني لو حد معاه مادتين او ثلاث مواد يا جماعه في نوفمبر، عشان في ناس بيبقى غصب عنها معاها مادتين وثلاثه عشان الريتكس وعشان الجريدنج وعشان يخلصوا خلاص الجامعه بتاعتهم، فهو ده غصب عنهم. فانا في الحاله دي بقول لهم مفيش مشكله خالص، بس هنبقى بنضغط وقتنا شويه وبننظم وقتنا. احنا كده كلنا قاعدين في البيت، خلاص كلنا قاعدين في البيت، فمفيش عندنا حاجه بنعملها فيها ضياع وقت. ويمكن الاونلاين سيشن جات لكم فايده فعليا، ان انتوا بقيتوا كلكم عندكم وقت انكم تذاكروا وانتوا قاعدين في البيت، فبقى الموضوع ابسط ان شاء الله. يعني طيب خلينا نبدا كده نشوف. قولي يا حبيبي اتفضلي انا معاكي. مستر، طب هو ايه راي حضرتك في الاكاونتنج والانفايرمنت او هيومن بايولوجي؟ مين يعني اسهل اقدر اذاكره لوحدي وامتحن من، يعني اذاكره من دلوقتي وامتحن في اكتوبر نوفمبر؟ بصي هقول لك على حاجه. انا فعليا ما اعرفش الاكاونتنج، بس اعرف ان هي فيها ستابس كتير، اعرف ان فيها يعني فيها ستابس كتيره بخلاف البيزنس اللي فيها حفظ كتيره. بس بالنسبه للانفايرمنتال هي ماده جديده، ماده اعتقد ان سامع من الطلبه اللي واخدينها ان هي ماده لطيفه، يعني بقى لها تقريبا سنتين او ثلاثه بالكتير قوي، يعني احنا داخلين دلوقتي في السنه الثالثه ليها، فهي ماده لطيفه. طبعا مش هعرف اديكي اجابه كامله او اجابه واضحه بشكل واضح، لان انا مش مدرس المواد دي، فمش هعرف اقول لك هي ايه. بس من الثلاثه يعني كقراءة عامة للموضوع، من الثلاثة فهي الانفايرمنت الأسهل حاجة. ليه؟ لأن بتدرسي فيها بيئة، بتدرسي فيها حاجة شبه البيئة اللي كانت، يعني حاجة مادة خفيفة قوي، فمادة مش صعبة. الهيومن بيولوجي لو أنت بتحبي البيولوجي، فالهيومن بيولوجي فيها رغي كتير، فيها حفظ كتير، بس هي مادة سهلة برضو. من ده من اللي أنا بقوله لك، ده من الطلبة اللي عندنا. فهي فعليا لو احنا هنقارن الثلاثة، الناس اللي واخدة بيولوجي فهتاخد هيومن بيولوجي، فهيبقى الموضوع بالنسبة لها هي كده كده بتحبه. اما الناس اللي مش واخده حاجه من الثلاثه وهتاخد ماده من الثلاثه، فالانفايرمنتال هي افضل ماده يا حبيبي، لان هي اسهلهم فعليا. بس طب ايه راي حضرتك في الترافل اند توريزم؟ ماده يعني بتحبي البيزنس؟ خدتي بيزنس؟ لا انا ما بحبش ولا الايكونومكس ولا البيزنس. طب هي بيزنس يعني انفايرمنت هي اسهل حاجه. مستر حضرتك سامعني؟ نعم يا حبيبي انا معاكي اتفضلي. ايوه سامع حضرتك. انا اسف بس انا يا جماعه حد فيكم كان كاتب اسئله، فانا اسف الاسئله اللي فاتت دي انا اسف اتمسحت من عندي، فممكن تكتبوها لي تاني؟ لحد كان كاتب سؤال ما جاوبتش عليه ممكن يكتبوا لي تاني. فيا حبيبي زي ما بقول لك كده، الافضل في الثلاثه حد سوري في الاربعه لحد دلوقتي برضه هي الانفايرمنتال. انا بعرف انه هي الكيرف بتاعها عالي ومش بنجيبه فيها استر. هي لسه جديده يا حبيبي اصلا، هي لسه جديده جدا، هي ماده ما بقاهاش 3 سنين حتى.
طب انت ليه حاطه في دماغك الاربعه دول؟ انت الاول في دوله ايه يا حبيبه؟ انا في الامارات. طب وعايز تخشي جامعه في مصر ولا في الامارات؟ في مصر يعني اذا كاري سكولر. يعني ملزمه، انت ملزمه بالمواد اللي ليها اللي مقبوله من مصر صح؟ ده اللي اقصده يعني. ايوه. طيب انا هقول لك على حاجه قبل ما تتكرري، انا حاسسانك تبصي على اخر ابديت، احنا دلوقتي بقى في اربع مواد جديده اضافت عندنا في مصر تمام، حاسسانك تبصي على اخر ابديت للمواد المقبوله في مصر، وبرده ابعتي لي اكتبي لي كويستشن على الفيسبوك واساليني على اللي انت عايزاه، وتعالي نقرر بالظبط ايه الماده الافضل بالنسبه لك. وانا هبعت لك برده لزمايلي، او انت ممكن ترجعي للتيتشنج، اعتقد السنتر هنا كان عندنا عمل اورينتيشن سيشن للانفايرمنتال ولل المواد دي، ما اعرفش يمكن هرجع برضو لو حد في تيتش سامعني ممكن يقول لنا لو عندكم لو حد عمل اورينتيشن سيشن للانفايرمنتال او بقيه المواد اللي هي كان حابب يسال عليهم دول، يا ريت نبعت لها ريكوردنج لو هي ما حضرتهمش. حضرتي السيشن دي يا حبيبه؟ لا. طيب هو كان كده كده في اكاونتنج وفي ايكونوميك وفي بزنس واعتقد في انفايرمنتال كمان ولا مفيش؟ عموما يعني حاسسانك تتفرجي على الثري سيشن دول. بصي الاورينتيشن سيشن بتحدد حاجات كتير، فحاسسانك بصي عليهم وشوفيهم ونتناقش مع بعض. ابعتي لي اللي انت عايزاه كله، اي سؤال عندك ابعته لي وهنتناقش مع بعض براحتك خالص لحد ما نوصل لقرار ان شاء الله. مستر طب ممكن الريكوردنج سيشن طبعا ويتيتش ممكن تتواصلي معاهم، هم انت داخله على الجروب بتاع ويتيتش على الفيسبوك سوري على الواتساب. حاسسينكم يا جماعه ممكن تبعتوا بس الحبيبه على برايفت كده، تبعتوا لها او تبعتوها حتى لللينك بتاع الجروب عشان لو حد من الستودنت، عشان انا هبعت لكم عليه كمان، هبعت لكم لا والواتساب يا ريت كمان الجروب لو في ستودنت جروب، هبعت لكم عليه البي دي اف الاورينتيشن سيشن للسي اس وللكمبيوتر ساينس، هبعت لكم كل حاجه فيها ايه بالظبط عشان يبقى حتى عندكم ريفرنس تختاروا في خلال الاسبوع ده ان شاء الله المواد اللي انتوا عايزينها. ما تاخدوش حاجه على طول يعني، ما تاخدوش قرار على طول ان شاء الله. Sir, we will start. شكرا شكرا جدا we teach. Sir, we will start from the basic in the course because my level in the practical is a bit low. طيب انا هبدا في جون في سبتمبر، فلو انت عايز تبدا معايا من دلوقتي مفيش مشكله، ابدا معايا من دلوقتي وبعد كده هرحلك على جروب تاني على نيو جروب يعني تمام، تكمل معاهم الكورس. بس وانت بتحجز استاذنك توضح لوي تيتش ان انت جون علشان ابقى عارف، انت بس ابقى عارف مين اللي معايا في جون ومين اللي معايا في نوفمبر عشان كل واحد فيكم هيبقى برضو ليه اليه. طبعا يا ادهم الانفايرمنتال هي ريكوجنايزد دلوقتي في الايجيبشن يونيفرسيتيز. في اربع مواد اضافوا عندنا يا ادهم، ممكن برضو تنزل الابديت ده، ولو هو مش عندك ممكن تبعت لي برضو على الفيسبوك وانا ابعت لك الابديت ده، او تبعت على الجروب بتاع وي تيتش وانا هبقى معاك على الجروب وهبعت لك برضو اللي انت عايزه. العافيه يا ادهم. نرجع بقى النهارده، تعالوا كده نبدا ناخد برضو فكره على احنا هاخد هتكلم معاكم في حاجه هي موجوده معايا في المادتين، فانا هشرح كده جزء بسيط. مين جان؟ مستر سو مستر اف اي وانت تو دو ذا اكزام ان جان وين دو اي جون؟ ما عندناش جان يا ساره، احنا عندنا جون، عندنا جون ونوفمبر بس. هبعته لك تاني يا حبيبي. حاضر هبعت تاني يا جماعه اللحظات، هبعت لكم لحظه واحده. ده يا حبيبه اللينك بتاع الفيسبوك اللي عليه التايم تيبل، ممكن تبعتي لي مسج على نفس البيج نفسها هي هي، وهي هتوصلني كده كده هيبلغوني بيها. مستر كان دو طبعا اتفضلي يا ساره. طيب مستر انا 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 واخده اي سي تي اكسل، فدلوقتي انا في مواد يعني المواد اللي انا مختارها في اكسل في ناس ممكن تمتحن ايرلي، يعني انا لسه ما عملتش امتحاناتي خالص وما خدتش، في ناس يعني في ناس ممكن تعمل امتحاناتها يا اما في جان يا في جون. تمام. يعني انا ما عملتش امتحانات خالص، ما تعمليش بريدكتد ريد، ما عمليش اي حاجه، فهل ينفع امتحن؟ يعني اول مره تخش يا ساره؟ لا يا ساره لا لا، حتى بصوا يا جماعه هو البريدكتيف
البريدكتيف جريد حتى لو الناس ما دخلتش امتحان. خليني هجاوب على سؤالك بحالا يا ساره، حاجه بس اشوف حاجه ثانيه واحده. فادي كتب لكم اهو المواد اللي مقبوله في الجامعات. فادي اوكي خليني اجاوب لكم، اسف جدا بجيب لكم بس اشوف بحل بس مشكله البلاك سكرين اللي على الجنب عندكم دي. اعتقد كده بنزل لكم هي مخفيه يا جماعه صح ولا كده اتشالت؟ طيب خليني الاول اجاوب بس على سؤال سؤال. الاول يا فادي شكرا على اللي انت بعته لهم. بصوا يا جماعه فادي بعت لكم على الشات المواد المقبوله تمام، وحاسسينكم برضه يا جماعه يا ريت نتاكد من المواد دي على موقع التنسيق كان برضه يبقى حاجه اوفيشال يا فادي. طبعا انا يعني انا طبعا عارف ان انت اكيد حاجه تراستد يعني، بس ممكن نتاكد برضه تاني عشان لو في حاجه اضافت جديده. بالنسبه لسؤال ساره بقى، انا هاخد ما عملتليش بروتكتيف جريد في جون صح يا ساره؟ ما عملتليش في جون فانت داخله اول مره، فهيتعمل لك في جان؟ لا، حتى يا جماعه ايدكسل سمحت ان احنا ممكن نخش في مواد في نوفمبر، فانا هستاذنكم احنا عندنا المادتين بتوعنا سواء الاي سي تي او الكمبيوتر ساينس هما جون ونوفمبر، فحتى اللي هياخدهم مش هيتعملوا بريدكتيف جريد في جان، هيتعملوا برضه بريدكتيف جريد بتاعتهم في نوفمبر وفي جون. وخلي بالكم ان احنا مش عارفين لسه اللي جاي ايه، هل هيبقى الموضوع اسسمنت ولا هيبقى في اكزام بقى، احنا لسه مش عارفين. بس احنا هنشتغل من دي 1 على ان احنا عارفين ان احنا في مشكله، فاحنا ازاي مش هنقع في المشكله دي بشكل مره ثانيه ثاني. اعتقد لو حد فيكم في جريد 11 او حد فيكم في جريد 10 او 11 او 12 فاكيد هيبقى عارف ان في بعض الناس حصلت لها مشاكل بسبب اللي حصل ده، فاحنا ان شاء الله مش عايزين نحصل في المشكله دي تاني. يا نوفمبر 21 ليه يا ياسمين داخله متاخر قوي كده؟ ليه هتاخدي الماده متاخر؟ ساره انت بتقولي حاجه، صوتك مش مسموع يا ساره بتتكلمي. يعني مستر انا لو عايز اخد اكتوبر نوفمبر يعني انا ينفع ادخل الامتحان في اكتوبر نوفمبر اذا انا مش هعيد؟ يعني انا لسه اول مره ادخل مش هعيد، ينفع ادخل طبعا. ينفع طبعا، ينفع طبعا. انت ايدكسل يا ساره صح؟ ينفع طبعا. اوكي شكرا يا مستر. وبرضه يا ساره هقول لك على حاجه، خلي بالك ان ايدكسل مواعيد امتحاناتها اصلا مختلفه عن مواعيد امتحانات بقيه البورد اللي عندنا، فانا هبعت لك برضو التايم تيبل بتاع ايدكسل عشان اتاكد لك برضو من سؤالك اذا كانت النازله معانا في اكتوبر نوفمبر ولا لا. تمام هتاكد لك بالظبط. I'm going to grade 10 in September. اوكي طب حتى يا جاسمين حتى لو انت داخله في جريد 10 خلي بالك ان انت تشتغلي على نفسك من دلوقتي في جريد 9 وتركزي مع المدرسه كويس قوي، لان في ناس بتدرس في مدرسه حتى في الاونلاين سيشن يا جاسمين، تركزي معاهم قوي في موضوع ال اي سي تي في المدرسه وتبقي مركزه عشان هتاخدي جزء كبير قوي هيريحك جدا معانا بعد كده في جريد 10 او خليني بقى اعمل لكم شير سريعا كده. انا عايز بس استاذنكم ممكن تدوني بس الهوست عشان انا عندي بس ويتيتش، بس ممكن تدوني الهوست بعد اذنكم. مستر هو ويتيتش هو الهوست. انا اقوله بس يديني هوست عشان اقدر اعمل شيرنج بس للسكرين. طيب انا لحظات هبعت لهم بس على البرايفت، خليكم معايا.
سوري انا اسف جدا انا كنت قافل المايك سوري جدا جدا هبدا اعيد تاني في الشابتر بتاعنا ده الناس اللي واخده كامبريدج واخده ايدكسل واخده كمبيوتر ساينس واخده اي سي تي كلهم الحاجات دي بريوريتي جدا نكون عارف الكلام ده عشان هشتغل بيه في الثلاث حاجات سواء انا هاخد كمبيوتر ساينس سواء انا هاخده ايدكسل او كامبريدج تاني انا بقول نفس الكلام مره ثانيه هو ايه السيستم وات از ذا سيستم السمبل كمبيوتر سيستم بيتكون من consist of computer itself من الكمبيوتر بعتذر لكم جدا يا جماعه معلش وي تيتش ممكن تديني هوست مره تانية انا اسف جدا عندي بس في مشكله يا جماعه والله في الانترنت النهارده في المكان وانا داخل 4G داخل من الموبايل بس في مشكله في الانترنت النهارده في الشبكه عندي وي تيتش ممكن تديني هوست شكرا يا حبيبه عفوا انا بس عايز اجاوب على سؤالك يا احمد ايه سؤالك معلش تاني sir we are شكرا يا زياد input and output طبعا يا عبد الرحمن حاضر عينيا مفيش مشكله خالص طيب خلينا كده نبدا كده برضو تاني نتكلم على بقيه الحاجات ايه هي الفانكشن بتاعه الكمبيوتر سيستم الفانكشن بتاعه الكمبيوتر سيستم عندنا بعض الحاجات الاساسيه الناس اللي درست الحاجات دي سواء في المدرسه وهم صغيرين او هيدرسوها معانا لاول مره
لازم يكون عارف ان الكمبيوتر ده زيه زي اي حاجه في الحياه، زي جسم البني ادم بالظبط يا جماعه. الكمبيوتر ده زي البني ادم، بتدخل له اكل، بيحصل له عمليه هضم، بيحصل على شكل اخراج، كل الحاجات دي نفس الموضوع. انا عندي هنا انبوت بدخله للكمبيوتر حاجه اسمها الديتا، تمام، بيعمل لها عمليه بروسيسنج، عمليه مانيبيوليتنج، في الاخر بيطلعها لي على شكل انفورميشن. الحاجات دي انا عندي حاجتين، الاكل اللي انا بقدر ادخله في جسم البني ادم ده، في جزء الدم بيمتصه عشان وظائف الجسم بيحتاجه، بيحتاج ياخد جزء معين، فده بعمله حاجه هنا اسمها ستورج، بس اخزنه عندي، تمام. الجزء اللي انا مش محتاجه ببدا اخرجه في الاوتبوت بتاعتي، دي بتبقى عندي حاجه اسمها انفورميشن. تعالوا نعرف مع بعض كده الاول هي ايه الديتا. الاول الانبوت عباره عن ايه؟ الانبوت دي هي الرو فاكتس، الحقائق الخام اللي هي بنسميها الديتا. This is a feed into the system via input devices زي الكيبورد، التاتش سكرين، المايكروفون والسكانر. الاوتبوت عندي are the result of the data processing information and they are displayed by the output peripheral زي البرينتر، زي السبيكر، زي البلوتر. الستورج ديفايس عندي الداتا is stored in the system so it can be used when needed. This can be temporarily، دي مؤقتة، while program is running، يعني طول ما أنا شغال الحاجة بتاعتي متسجلة، أو permanently even shutting down on the computer. طب إيه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين أنا عندي حاجة اسمها الرام وحاجة اسمها الروم جوه الجهاز، دي حاجة اسمها المين ميموري. الحاجة الثانية عندي حاجة اسمها البرايمري، سوري السكندري ميموري، اللي هي زي الهارد ديسك وزي الاتش دي دي أو الاس اس دي أو الميموري كارد أو البين درايف اللي هي بنسميها الفلاش يو اس بي. الحاجات دي كلها فيها حاجات بتفضل موجودة طول ما أنا شغال على الكمبيوتر، وحاجات وانس الكمبيوتر بتاعي حصل له شاتنج داون كل الحاجات اللي عليه بتروح. طيب نيجي نتكلم على الخطوة الثالثة وهي البروسيسنج، دي عملية تحويل converting للرو فاكتس اللي هي الداتا into useful result information. يحصل عملية calculation والsorting والsearching والstoring والdrawing، كل الحاجات دي بسميها processing. النهاردة أنا بكتب 1 plus 1 بيحصل processing عشان يطلع لي في الآخر result اللي هي equal 2، تمام. واللي بيقوم بالعملية دي حاجة اسمها central processing unit أو CPU. عملية الفيدباك، this term is used when output is used to influence subsequent input. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا النهارده صورت صوره بموبايلي وعملت لها برينتنج، طبعتها وبقت كارت مطبوع في ايدي، بقت ورقه مطبوعه الصوره دي، بس انا لقيت ان الصوره دي فيها شويه مشاكل فعايز اعمل لها اديتنج على الفوتوشوب، فبدخلها تاني على السكانر، ابدا اعمل الايديت بتاعي واعمل لها عمليه برينتنج مره تانيه، تمام. عندي بعد كده how computer work، هو ازاي الكمبيوتر بتاعنا بيشتغل. بيشتغل عن طريق بعض الحاجات، من ضمنها حاجه اسمها السي بي يو او السنترال بروسيسنج يونت، وحاجه اسمها الميموري، وحاجه اسمها الانبوت اند اوتبوت. دي الكومبوننت اوف كمبيوتر سيستم، بيتكون من حاجتين مهمين جدا، حاجتين اساسيين، حاجه اسمها الهاردوير، ودي المكونات الماديه او الفيزيكال كومبوننت. الهاردوير از ا جنرال تيرم for the physical component that make up a computer system. زي ايه؟ زي الكيبورد، زي الماوس، زي المونيتور، زي البروسيسور، زي السيركت بورد او المذر بورد، ودي اللي بنسميها البرينتد سيركت. المذر بورد دي هي اللوحه اللي بيجمع عليها، بنسميها زي الهب، زي المشترك، هي دي الشيء اللي بيضم كل الحاجات مع بعض وبيخليها to communicate with each other. يعني بيخلي الفيجا كارد يكوميونيكيت with the sound card، يكوميونيكيت with the USB، يكوميونيكيت with the RAM، with the fan، with الهارد ديسك. كل الحاجات دي بتعمل لها communicating عن طريق المذر بورد. يبقى المذر بورد عندي بجانب ان الديفينيشن بتاعها هي البرنتد سيركت اللي allow processor and other hardware to communicate. It contains several sockets and slots to connect other components. لازم اكون عارف كمان واكون فاهم كويس قوي ان هي بتشتغل زي ايه؟ زي المشترك. هي المشترك اللي بيتجمع عليه كل الاجهزه او كل اجزاء الكمبيوتر بتوصلهم ببعض. تمام؟ بعد كده عندي حاجه اسمها الفيديو كارد. الفيديو كارد ده هو allow the computer to send graphical information to output devices. علشان كده بيبقى عندنا بعض الشباب تقول لك يا مستر انا كارت الشاشه بتاع الكمبيوتر بتاعي عالي فانا اقدر اشغل جيمز عاليه، ده اللي بيخلي الكمبيوترز دلوقتي تبقى اقدر كل شويه بيحصل ابديتد في البلاي ستيشنز.
هو ايه علاقه البلاي ستيشن بالكمبيوتر؟ ما احنا اتفقنا قلنا في غساله فيها سمارت، في تلفزيون سمارت، في فيكم كلينر سمارت، في حاجات كتير سمارت. حتى البلاي ستيشن جهاز اللعب اللي انا بلعب عليه مهم جدا ان انا اكون عارف ان هو في فيديو كارد زيه زي الكمبيوتر بيخلي لي اقدر اشوف الجرافيك بكواليتي عاليه. بعد كده الساوند كارد، وده اللي بيالاو الكمبيوتر تو بروديوس ساوند فروم سبيكرز اند اوت انبوت ساوند فروم مايكروفون. تمام، في حد عنده اي مشاكل الاول في الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي؟ في حاجه مش مفهومه بالنسبه لكم؟ لو حد عنده اي استفسار يكتبوا لي على الشات بعد اذنكم. انا اوكي. نيجي بعد كده نتكلم على حاجه اسمها السنترال بروسيسنج يونت. السنترال بروسيسنج يونت هي المخ بتاع الكمبيوتر يا جماعه، هو ده البرين اللي الكمبيوتر بيفكر بيه، هو ده اللي بيحصل فيه كل الاوبريشنز المهمه اللي جوه الكمبيوتر. It's a place where all instructions are carried out in the computer system. It's divided into three parts. بيتكون من ثلاث أجزاء. يبقى مخ الكمبيوتر هنا بيتكون من كام جزء؟ بيتكون من ثلاث أجزاء. إيه هما الثلاث أجزاء دول؟ أول جزء اسمه الـ Control Unit أو الـ CU. ده بيعمل إيه؟ من اسمه هو بيكنترول، من اسمه بيكنترول. لما بيكنترول إيه؟ بيكنترول الـ Movement of Data inside the computer، يعني عملية الداتا فلو اللي بتحصل جوه الكمبيوتر المسؤول عليها هو الكنترول يونت and between computers and the peripherals. يبقى بيتعامل مع الداتا اللي بتخش جوه الكمبيوتر، بيحصل لها flowing جوه الكمبيوتر، ومن الكمبيوتر لمين؟ للperipherals الملحقات، زي مين؟ زي المونيتور، زي الكيبورد، زي الماوس. It's also looks after timing of operations. طيب تاني حاجة عندنا اسمها الارثمتيك and logic unit. هي دي من مكونات ايه؟ دي من مكونات الـ CPU، الـ Center Processing Unit، اللي بيكون من كام حاجة؟ تاني، ثلاث حاجات، ايه هما؟ Control Unit، Center Arithmetic and Logic Unit، Immediate Access Store. يبقى تاني أول حاجة قلناها هي الـ Control Unit، تاني حاجة بنتكلم عليها هي الـ Arithmetic and Logic Unit، ومن اسمها Arithmetic and Logic، يعني مسؤولة عن الحساب والمنطق. يعني ايه الحساب والمنطق؟ يعني النهاردة حضرتك لما بتيجي تعمل Calculation، اللي بيخلي الكمبيوتر انه يعرف الناتج، يعرف الريزلت منين، بيعرفها منين؟ بيعرفها من خلال ايه؟ من خلال، شكرا، بالظبط يا ساره، بيعرفها من خلال ايه؟ من خلال الارثمتيك اند لوجيك يونت. تمام، دي اللي بتفكر له. طب زي ايه في جسم الانسان يا جماعه؟ زي المخ. تاني، زي المخ. طب ازاي زي المخ يا مستر؟ النهارده لو شكك دبوس انت بتعمل ايه؟ اوتوماتيك ايدك بتبعد. هو نفس الموضوع. ايه اللي خلاك عملت كده؟ ده لوجيك. نفس الموضوع اللي في الكمبيوتر، اي حاجه بيحصل فيه اوفر هيتنج الكمبيوتر بيروح قافل اوتوماتيك. طب بيقفل اوتوماتيك ليه؟ علشان ما يتحرقش. عنده لوجيك بيفكر، عنده برين. البرين ده اللي هو فين؟ السنترال بروسيسنج يونت. ثالث حاجه من مكونات السنترال بروسيسنج يونت وهي الاميديت اكسس ستور او الرام، ودي اللي بنسميها it is the memory of computer. It's called the primary or main storage used to hold the programs and data are in use. يعني طول ما انا شغال على الكمبيوتر كل الحاجات اللي انا بعملها معمول لها سيفنج فين؟ في الرام، في البرايمري اور مين ستورج. نيجي بعد كده نجاوب على سؤال يمكن نساعد عبد الرحمن شويه في الجزء اللي مش عارف يحفظه، وهو الانبوت ديفايسز. They are used to put data into a computer system. تمام، هما ايه دول الانبوت ديفايس؟ وظيفتهم ايه يا عبد الرحمن؟ وظيفتهم ان هما بيدخلوا الداتا. Used to put data into a computer system. عندنا منهم كام نوع يا شباب؟ عندنا منهم نوعين. حاجه اسمها entering data by hand، يعني الداتا بتخش عن طريق ان انا بدخلها بايدي، وعندنا نوع تاني اسمه دايركت داتا انتري، يعني الداتا دي بتخش اوتوماتيك. هنعرف ازاي دلوقتي الفرق بين النوعين. ايه الحاجات اللي ممكن ادخلها بايدي؟ زي الكيبورد، زي الماوس، زي الجويستيك، زي الجرافيك تابلت، زي السكانر، زي الديجيتال كاميرا، زي المايكروفون. يعني حاجات لازم يحصل فيها هيومن انترفنشن، لازم الانسان يتدخل عشان الحاجه دي تخش. عشان اقدر ادخل داتا للكمبيوتر لازم هنا الانسان يتدخل. اما النوع الثاني عندي وهو الدايركت داتا انتري، او بقول عليه الدي دي اي، زي الاوبتيكال مارك ريكوجنيشن،
زي الاوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن، زي الماجنتيك ان كاركتر ريكوجنيشن، وزي الباركود، وزي الماجنتيك ستريب ريدر، وزي السمارت كارد. طب الشباب اللي ما يعرفوش ولا واحد من دول، تعالوا نفسر لهم الموضوع ببساطه. الاوبتيكال مارك ريكوجنيشن، لو حد فيكم بيمتحن امتحانات الام سي كيو اللي هي بيجي له امتحان يختار يظلل دايره يعمل لها شادو، حد فيكم امتحن الامتحانات دي؟ لازم يبقى هنا عارف ان الامتحانات دي لما بيظلل الدايره مفيش حد بيصححها له بايده، دي بتخش على جهاز اسمه الاوبتيكال مارك ريكوجنيشن او الاو ام ار. فالجهاز ده بيشوف فين الاماكن الاقل ريفلكتنج لللايت ويبقى عارف ان هي دي الانسر بتاعتنا. تمام، حد فيكم قبل كده امتحن ام سي كيو؟ محدش. اوكي طب في ناس اهو. اوكي، فالناس دي يبقى عارفه ان الامتحان ده بيخش على حاجه اسمها الاوبتيكال مارك ريكوجنيشن، وممكن تعملوا سيرش على الانترنت وشوفوا شكله عامل ازاي لو عايزين. ده بالظبط صح يا سلمى، مظبوط زي ما سلمى قالت، ده بيكمبير الستور داتا وذ انتر داتا اوف ذا بيبر. شكرا يا سلمى، اجابتك مظبوطه. يا جماعه لو انتوا واخدين بالكم لحد دلوقتي احنا بنتكلم في جنرال نوليدج، احنا في المنهج، انا مش بحكي لكم حكايات، ده احنا بنتكلم في المنهج وبنتكلم على حاجات اغلبيتنا عارفها، واللي مش عارفها هنقدر نعرفها له بسهوله. طيب بعد كده بنتكلم على حاجه اسمها الاوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن. الله، ما هو يا مستر التاني اسمه اوبتيكال مارك، امال ايه الاوبتيكال كاركتر؟ هو هو، بس التاني كان بيتعرف على الدوائر، ده بيتعرف على اشكال الحروف. ده بنستخدمه فين؟ حد عارف؟ بستخدمه لما كنا جايب ورقه مطبوعه واحطها على السكانر علشان احولها لإديتبل دوكيمنت. فاللي بيعمل ده الاوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن. الماجنتيك ان كاركتر ريكوجنيشن ده اللي بيستخدم في الشيكات بالظبط، في البنك تشيك زي ما محمد قال، او في الباسبورت وايدنتيتي كاردز. صح يا سلمى، بس انا اسف يا سلمى، اللي بشوفه في الماجنتيك ان كاركتر ريكوجنيشن ده هو البانك تشيك، اما اللي انت قلتيه الاولاني ده على الاوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن الاو سي ار. لو انت تقصدي كده يا سلمى يبقى اجابتك مظبوطه. النوع التاني الرابع عندي هو الباركود. الباركود ده اللي بشوفه في السوبر ماركت، بشوفه في الفارماسي، بشوفه في اي مكان وهو بيلاقي كود مكتوب على البرودكت فبيعمل له سكان. مظبوط يا سلمى، صح صح مظبوط، بيعمل له سكان فيطلع له كل الديتيلز الخاصه بالبرودكت اللي عندي. السؤال اللي بعديه اسمه ماجنتيك ستراب ريدر، وده اللي بيقرا الكريدت كارد او الفيزا كارد بتاعتنا. يا جماعه النهارده اما بخش اي ريتيل او اخش بوينت اوف سيل اللي بيعمل معايا ده، طبعا يا حبيبه الاجزاء دي يا حبيبه حاضر يا حبيبه هتلاقيها طبعا متاحه معانا مفرس سيشن ان شاء الله، بوضح لك اللينك اللي بتخش تنزلي عليه كل الريسورسز بتاعتنا ان شاء الله. السمارت كاردز دي اللي بيستخدموها في الهوتلز، لما بتخش الفندق بيديك كارت بتشغل بيه النور وبتشغل بيه الميه وبتشغل كل الحاجات دي، هي بتبقى عن طريق السمارت كاردز. طيب بعد كده عندي حاجه اسمها الاوتبوت ديفايسز. الاوتبوت ديفايسز دي بروفايد ذا ريزلت الداتا افتر بروسيسنج ان سيتبل فورم ذات كان بي اندرستاند باي ذا يوزر. يعني ايه؟ يعني النهارده وانا جيت قلت لك افهم لغه الكمبيوتر هتقول لي مش عارف افهمها، بيتكلم لغه غير لغتي لانه بيتكلم بحاجه اسمها الزيروز والوانز فانا ما بفهمهاش. طب ايه اللي بيفهمها لك بالظبط يا زياد؟ الباينري. طب ايه اللي بيفهمها لك؟ ان الداتا دي يحصل لها بروسيسنج، يحصل لها مانبيوليتنج، معالجه، فتخرج لك على هيئه انفورميشن تقدر حضرتك تفهمها. طب بتخرج فين؟ بتخرج على حاجه اسمها الاوتبوت ديفايسز. زي ايه؟ زي المونيتور، زي البرينتر، زي البلوتر، زي انك تسمعها عن طريق السبيكر. بعد كده عندنا حاجه اسمها الميموري. الميموري فيه منها نوعين، نوع اسمه المين ميموري، نوع اسمه المين ميموري او الانترنال ميموري، النوع الثاني اسمه السكندري او الباكينج ستورج. الميموري دي اوف ذا كمبيوتر سيستم سام تايمز كولد برايمري ستورج، ات يوز تو هولد بروجرام اند داتا ذات ار ان يوز. امتى بتشيل الداتا واحنا شغالين؟ ده انهي نوع؟ ده البرايمري. البرايمري دي فيه منها نوعين، بتتكون من ذا تو ديفرنت تايبس. نوع اسمه الريد اونلي ميموري او الروم. الروم ده ذا كونتينت اوف ذيس ميموري كانوت بي تشينجد، ما حدش يقدر يغيرها. ليه؟ عشان دي بتيجي من المانيفاكتور كده، عليها ايه؟ عليها الكونفجريشن سيتنج بتاعت الكمبيوتر.
عليها النظام بتاع الكمبيوتر، وكلمة النظام ما أقصدش بيه الأوبريتنج سيستم، لا أقصد الكونفيجريشن سيستم بتاعة المذر بورد نفسها. تمام؟ تاني حاجة، الداتا in this type of memory is not lost. ليه not lost؟ لأنها أوتوماتيك، هي ثابتة ما بيحصل لهاش تغيير. دي non-volatile. non-volatile معناها غير متطايرة. يعني إيه non-volatile؟ يعني not lost، هي the same. تمام؟ it used to hold the instruction which are needed to start up the computer. Random access memory والرام، وده النوع الثاني. يبقى عندنا نوعين من المين ميموري، نقولهم مره ثانيه، الريد اونلي ميموري، واحنا قلنا الفيتشرز بتاعته. النوع الثاني هو الراندوم اكسس ميموري او الرام، وده ذا كونتينت اوف ذيس ميموري كان بي تشينجد. يبقى واحده كانت بي تشينجد، واحده كان بي تشينجد، واحده فولاتايل، واحده نان فولاتايل، واحده ما اقدرش اعدل فيها، واحده اقدر اعدل فيها. تمام؟ واحده temporary، واحده permanent. دي permanent لانها non volatile، ودي temporary لانها volatile. تمام؟ طيب النوع الثاني بعد كده عندي في الاستورج، وهو secondary packing storage. ده يا حبيبه في الاثنين، يعني اللي بياخد كامبرج هياخد الكلام ده، واللي بياخد ادكسل هياخد الكلام ده. تاني هقول في بعض الحاجات عندنا هي اللي بيختلف يا حبيبه هنا في الحاله دي ازاي هجاوب على السؤال ده في الامتحان. تمام؟ دي مش بيزك يا احمد، ده فعلا في المنهج. والله يا احمد اللي انا بقوله ده مش معلومات بقولها لك بره المنهج، ده انا بقول لك اللي هتدرسه في المنهج فعليا. يعني ده اللي احنا بنتكلم عليه، ده اللي هندرسه في المنهج، ده شابتر. طيب السكندري ستورج، دي باكينج ستورج از جنرال نيم جيفن تو ذا ديسكس اند تيبس يوزد to store data. زي ايه اللي انا ممكن اعمل عليه saving للداتا؟ يا جماعه زمان قبل ما بقى الموبايلز بتاعتنا بقت فيها ستورج كبيره، زمان كنا بنحتاج حاجه اسمها ميموري كارد. اقول لك انا الموبايل بتاعي الاستورج بتاعته مالت، فانا محتاج ميموري كارد، او تقول لي انا الكمبيوتر بتاعي محتاج هارد ديسك، او اقول لك انا عايزك تنزل تجيب لي سي دي عشان اعمل عليها مش عارف ايه. كل الحاجات دي اسمها باكينج ستورج، بعمل عليها باك اب للداتا بتاعتي، بقدر احزن عليها الداتا بتاعتي. عندنا منها ثلاث انواع، اول نوع اسمه الماجنتيك زي الهارد ديسك والماجنتيك تيب، عندنا اوبتيكال زي السي دي والدي في دي والبلوراي، وهندرسهم بالتفصيل في شابتر 3. عندنا السوليد ستيت زي الفلاش ميموري ستيك والميموري كارد. تمام؟ هنيجي نتكلم على اخر جزء هنتكلم عليه النهارده، وهو السوفت وير. السوفت وير ده جنرال تيرم فور كمبيوترز ذات كنترول كمبيوتر سيستم. يبقى السوفت وير ده هو البرنامج اللي بيتحكم في الكمبيوتر سيستم. يبقى السوفت وير هو ايه؟ البرنامج او البرامج اللي بتتحكم في الكمبيوتر سيستم. ما الهاردوير هو ايه؟ هو الفيزيكال كومبوننت، المكونات الماديه اللي بتشغل الكمبيوتر. يبقى واحد بيشغل الكمبيوتر، واحد بيقدر يخليني اقدر اعمل كنترول على الكمبيوتر، اللي هو ايه؟ اللي هو السوفت وير. عندنا كام نوع من السوفت وير؟ عندنا منه نوعين. عندنا نوع اسمه السيستم سوفت وير. السيستم سوفت وير ده اللي هو زي الويندوز وزي الاي او اس وزي الاندرويد، ده الاوبريتنج سيستم اللي بيخليني اصلا اقدر اشوف الجهاز. يعني هسالك سؤال النهارده، لو الموبايل بتاعك السيستم اللي عليه وقع، ما بقاش عندك اي او اس، هتقدر تنزل ابلكيشن على الموبايل بتاعك؟ لا. ليه؟ لان السيستم سوفت وير هو البروجرامز اللي ذات الاو هاردوير تو ران بروبابلي اند الاو ذا يوزر تو كوميونيكيت وذ ذا كمبيوتر. يعني من غير الاوبريتنج سيستم انت حضرتك مش هتقدر تتعامل مع الكمبيوتر من اساسه. طب بيعمل ايه وظايفه؟ بيكنترول كمبيوتر اوبريتنج سيستم. اوبريتنج سيستم ان ذا مينز اوف كوميونيكيشن بتوين يوزر سيستم هاردوير اند سيستم سوفت وير. زي ايه؟ زي الكومبايلر واللينكر والديفايس درايفرز واليوتيليتيز والاوبريتنج سيستم. هنيجي بعد كده نتكلم على اخر حاجه، وهي الابلكيشن سوفت وير. الابلكيشن سوفت وير دي بروجرامز ذات الاو يوزر تو specific tasks. الابلكيشن سوفت وير بتخليني اقدر اعمل specific tasks. زي ايه؟ زي ان انا اقدر استخدم الفوتوشوب ان انا اقدر اعمل ايديت للصوره، زي ان انا اقدر استخدم الواتساب ان انا اعمل شاتنج، زي ان انا اقدر استخدم الجوجل كروم عشان اعمل سيرف للانترنت. كل دي اسمها ابلكيشن
سوفت وير، يبقى السيستم سوفت وير زي الويندوز، والابلكيشن زي الابلكيشن اللي عندي او البروجرامز اللي عندي اللي بستخدمها. البروجرام دي بتالاو اليوزر تو دو سبيسيفيك تاسكس، يعمل وظائف محدده او يحقق تاسكس مهام محدده. ده بيكفر ذا رينج اوف يوزر ريليتد بروجرام ذات كان بي ران، زي الداتا بيس كرييشن، السبريد شيت، الورك بروسيسنج، البرزنتيشن اند اكسترا. لحد هنا في اي مشاكل معاكم في حاجه؟ في حاجه مش مفهومه في الكلام ده؟ في حاجه مش مفهومه بالنسبه لكم يا شباب؟ خليني كده افتح اشوف الناس، في حاجه مش مفهومه؟ جانا شريف، عبد الرحمن امير، ماشي، طيب. ده يا جماعه عموما بشكل عام كده شكل الحاجات اللي احنا ممكن ندرسها في المنهج. ده شكل الحاجات، احنا في المنهج بتاعنا مش هنتكلم على حاجات مختلفه، احنا هناخد جنرال نوليدج عن ازاي نستخدم الكمبيوتر عشان اتحول من يوزر زي بابا وماما وزي اخواتي، اتحول لحاجه اسمها سوبر يوزر، ابقى ازاي عارف استخدم الكمبيوتر بشكل مفيش حاجه ترابل شوتنج بتقف معايا. لو حد فيكم عنده اي اسئله هستاذنكم يبعتها لنا على وي تيتش الجروب، وهم هيعملوها لي فورورد وانا هجاوب على اي اسئله ليكم. لو حد فيكم عنده اي اسئله يبعتها لي وانا هجاوب عليها ان شاء الله. To take in June, how are we going to start in September? We would be having revisions on November for November session. احنا بناخد يا هيا تو سيشن في سبتمبر ان شاء الله، وبنبدا في اخر شهر سبتمبر او في نصه، في نص الاخير من شهر سبتمبر، وبناخد تو سيشن. وانا طبعا يعني احنا على مدار السنين هي كان معانا طلبه كتير بيبقى عندها امتحانات في نوفمبر، فاحنا عارفين يعني قادرين نمانج الموضوع ده ان شاء الله، ما تقلقيش دي حاجه سهله. هي اي سؤال تاني عندكم؟ طبعا اتفضلي يا سلمى. شكرا. هو انا بس كان في question one of the exams was like what's the definition of an icon، بس انه I didn't understand it so. طيب الايكون يا سلمى خليني اجاوبك سؤالك ده، اجاوبك عليه ببساطه جدا. الايكون image بتريبريزنت ابلكيشن. الايكون هجاوبك عليه اهو، الايكون ده image بتريبريزنت ابلكيشن. اوكي خليني اقول لك على حاجه يا سلمى، يبقى انت ما عندكيش الريسورسز الصح اللي بتذاكري منها. انت بتذاكري من كتاب كامبريدج يا سلمى؟ هو بس الكتاب اللي بذاكر منه، ما فيش نوتس. طيب خليني يا سلمى اوريها لك على طول. معلش يا جماعه انا اسف هقطعكم قبل ما نخرج من السيشن عشان اوريكم ان احنا الموضوع بسيط ان شاء الله. اوري سلمى حاجه اكيد هتفيدكم انتوا كمان زي سلمى بالظبط. دايما يا سلمى هيبقى دورنا مع بعض ان انا بوجهك ازاي تقدري برضو تعرفي، حتى لو انت مش معايا في الدرس يا سلمى وعايزه تسالي اي حاجه في اي وقت تقدري تبعتها لي وانا هجاوب عليها طبعا. شكرا. طبعا ده مش سلمى بس، ده لاي حد فيكم، اي حد فيكم عنده حاجه حتى لو مش معايا في السيشن يقدر يبعتها لي وانا هجاوبه عليها. هنا يا سلمى موجود في الجزء ده، بس سامحيني انا مش شايف عشان مش لابس النظاره بتاعتي، بس اهي بصي يا سلمى الايكون 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 انا هجيبها لك. وهنا في حاجه لحظات يا سلمى عشان انا بس ايه اطلعها لك بالظبط. هي عموما برضه زي ما قلت لك يا سلمى كده، هي الايكون هي عباره عن ايمج اهي سنجل ايكون. والله يا سلمى انا مش شايف يوزنج بيكتشر اور ايكون. هي يا سلمى يوزنج بيكتشر اور ايكون سامبلز. الايكون دي عباره عن سامبلز rather having type or number of comment. الايكون عموما يا سلمى عشان تبقى انت عارفه هي samples or picture represent application، هو ده الديفينيشن بتاعها. اوكي تمام. ايه تاني؟ شكرا. عندك يا سلمى قولي لي، تحت امرك يا سلمى قولي لي. هو ال recorded session عشان مثلا انا بذاكر like revise منها، هو حضرتك بتكون عشان دي اول session ليا فحضرتك بتكون بتنزلهم فين او كده؟ بص يا سلمى، اولا انا لما بريكورد السيشن بتاعتي
انا كعمر ما بريكورد السيشن، انا ما اعرفش وي تيتش ممكن يكون عنده ريكوردنج للسيشن اللي هي الانترودكشن، اما في السيشن نفسها ما بعملهاش ريكوردنج. بس لو انت عايز تعملي ريكوردنج فانا مديكي كل الصلاحيات، سواء انت او زمايلك اللي عايز يسجل الحصص يقدر يسجلها براحته. بس انا بالنسبه لي شايف ان انت التسجيل يا سلمى محدش بيرجع له، ولو رجعتي له فانت هتضيعي وقت تاني لانك هتسمعي فول اكسبلانيشن وانا مش هبقى محتاج وخلاص، انا هبقى قلت لك اول مره وبدانا نحل عليه، فانت بتحفظي من الحل. هو ده اللي انا محتاج منك، ان احنا بنقعد نحل مع بعض. الاكسبلانيشن ده عشان اعرفك الاول ازاي المعلومه جت منين وهي عباره عن ايه، اما انك قاعده تقعدي تحفظي في منهج وتقعدي تتفرجي على حصص ده صدقيني ويستنج للتايم بالنسبه لنا في مادتي. معرفش ايه المواد ممكن يكون حاجه مفيده، انا بالنسبه لي محتاجك تكون معايا بقلبك وبعقلك جوه السيشن. يعني انا هخرجك من السيشن حافظه كل حاجه، مش محتاجه تخرجي ترجعي تاني للريكورد. عايزه تسجلي سجلي، انا ما عنديش اعتراض خالص طالما ده هيفيدك. انا اهم حاجه عندي احنا بنشتغل كلنا مع بعض علشان عندنا تارجت. ايه هو التارجت بتاعنا؟ ايه التارجت بتاعنا يا سلمى؟ ايه ستار ان شاء الله لايك بالاكزام. فاحنا كلنا بنشتغل على ده يا سلمى، فلو ده هيفيدك في التارجت بتاعك انا اكيد هكون في ظهرك في ده. اوكي شكرا جدا مستر. عارف على ايه؟ بص يا ساره، البيست لابتوب تو يوز في السي اس، اصلا السي اس انا ما بحتاجش فيه اصلا لابتوب، ما فيش عندنا دراسه يعني ما عندناش يا جماعه اصلا استخدام لللابتوب في الكمبيوتر ساينس. احنا اتفقنا ان الورق كله بيمتحن بيبر، فاي لابتوب عندك هتحضر عليه السيشن وهيكون كل الشغل بتاعنا بره اللابتوب، ما عندناش لابتوب استخدام ليه في حاجه. يعني بالنسبه لي لو الكمبيوتر بتاعك اي 3 كور اي 3 فخلاص هكون كده تمام. اباوت اي سي تي نفس الموضوع يا دكتور ساره، حتى لو انت معاكي كمبيوتر اي 3 هيكون اوتوماتيك بالنسبه لي. يعني هو هيبقى بالنسبه لي ساتسفايد جدا بيه ان انا اشتغل معاكي عليه. لو حضرتك بيرنت فهو هيبقى مناسب جدا للستودنت عادي خالص، مش هيكون مقصر معايا في حاجه. يعني من اول اي 3 يا جماعه بيشتغل معانا كويس جدا، لان احنا البرامج بتاعتنا كلها برامج خفيفه، احنا بنستخدم مايكروسوفت اوفيس اللي بيشتغل على اي ابلكيشن. يعني لو اي حاجه عند حضرتك بيشتغل عليها مايكروسوفت اوفيس هيكون مساعد جدا في الشغل، عشان انا برضو عارف كتير قوي في الستودنت فيكو بيستهبل على بيرنت ويقول لهم يا جماعه انا محتاج جهاز عشان الكمبيوتر والماده صعبه والماده محتاجه كمبيوتر جامد، وفي الاخر هو بيلعب جيمنج بيها. فانا مش هعرف اكدب اكتر من كده، لا اي جهاز بيكون معانا بنقدر نستخدمه عادي خالص. لو حد عنده اي سؤال، انا اسف بس وقت الناس عندنا بعدين سيشن تانية، لو حد فيكم عنده اي سؤال استاذنكم يبعتوا لوي تيتش او يبعتوا لي على الفيسبوك وهيعملوا هم فورورد لي. يوز نورمال لابتوب اور ماك؟ لا طبعا احنا ما بنحتاجش يا دكتور ساره، ما ينفعش نستخدم ماك. او لو حد عنده ماك يا جماعه لازم يكون منزل عليه ويندوز ويكون منزل عليه اوفيس، يعني يكون عنده في ديوال اوبريتنج سيستم، يكون عنده الاي او اس او الماك اوبريتنج سيستم ويكون عنده الويندوز، لان انا المنهج بتاعي شغال على ويندوز. يعني اللي احنا هندرسه كله في المنهج والشغل بتاعنا والمايكروسوفت اوفيس كلها برامج ويندوز. حاضر يا حبيبه عينيا تاني. حاضر بصوا يا جماعه تاني، يعني انتوا حتى لو انتوا ما عندكوش الاكونت بتاعي ممكن تبعتوا لوي تيتش وهم هيعملوا لي فورورد اي سؤال عندكم هيحل لي فورورد، ما تقلقوش انا معاكم. يعني احنا هنجاوب على اسئلتكم كلها وفي الاخر كلنا في مركب واحده. وده يا حبيبه اهو تاني اللي هبعته لك حالا في الشات. لحظات دكتور ساره شرفتيني، تحت امرك يا فندم شرفتيني. اشوفكم ان شاء الله على خير، واتمنى انكم جاوبت على كل اسئلتكم. ولو حد تاني برضو بكررها تاني عنده اي اسئله يقدر يشرفنا ويشرف وي تيتش بارسالها وهم هيبعتوها لي فورورد ان شاء الله. اشوفكم على خير. ثانك يو فور يور تايمينج. اتمنى ان انا كنت جاوبت على كل اسئلتكم. شكرا يا سلمى. شكرا، مع الف سلامه.